صباح الخير يا دكاتره. النهارده موضوع مهم قوي، هتلاقوا ان احنا بنتكلم عليه في كل الموضوعات. يعني دايما نقول ايه، طبعا الابس منمومه بشده، اللي هو بيفور بايبلتي وافتر بايبلتي. بيفور بايبلتي اللي احنا بنتكلم على الام بس، ما فيش بيبي، يعني بنبقى شخص واحد بس اللي احنا وي ار كونسرنت اباوت. افتر بايبلتي بيبقى عندي ام وبيبي، ودايما بيبقى التشالنج او التشالنج فعلا بتاعنا انه عايزين ان احنا ناخد الماكسيمم بنفيت اوف للبيبي. للبيبي يعني يفضل جوه بطنها، لكن في نفس الوقت من غير ما نأثر على الام، من غير ما هي الكونديشن بتاعتها تسوء. فهو ده التشالنج اللي افتر فايبيليتي. فدايما علينا افتر فايبيليتي بتبقى دايلما بتاعت ان غالبا بيبقى البنفيت اوف ذا بيبي ان هو يقعد ولا ينزل، انه يقعد، لكن البنفيت للام انها تولد بالظبط كده، انه ينزل، عشان لو هي عندها ميديكال ديز اوردر ديورينج بريجننسي او كده حاجه كونديشن مأثره عليه. فدايما البنفيت الاثنين عكس بعض، يعني مصلحتهم بتبقى عكس بعض. فهي دي المشكله بتاعه افتر فايبيليتي، ان انت عندك اثنين شخصين او تو بيرسونز انت يو ار كونسرند اباوت، لكن كل واحد مصلحته عكس مصلحه الثاني. فالتشالنج بتاعك انك انت توصل للماكسيمال ماكسيمال بنفيت اوف للبيبي فور ذا بيبي، لكن ويزاوت كومبرومايزنج طبعا الام. فدايما عشان كده بنلاقي ايه، لما نتكلم على مانجمنت زي في الانتي بورتم هامرج، زي في اي ميديكال ديس اوردر، زي في اي حاجه زي ما هنقول النهارده في الاي جي ار وكده، اللي هو ايه الجستيشنال ايج، اول حاجه بنسال عليها. عشان لو كانت بعد ما الماتوريتي خلاص ما عنديش مشكله، لان الاثنين بقت مصلحتهم واحده، البيبي مش محتاج ان هو يقعد، فما عنديش اي مشكله خالص، هفكر في ترمينيشن. لكن لو كان لسه البيبي بري تيرم، فلا انا عايزاه يقعد بس في نفس الوقت من غير ما اثر على الام، يعني لو هي عندها سيفير بليدنج او كده لا هبقى كونسرند اباوت. فهو ده الفكره. فلما بتلاقي ان هو حاجه افتر فايبيليتي لكن في بروبلم موجوده، بنعمل انفستيجيشن للام وانفستيجيشن للبيبي. الانفستيجيشن للبيبي دي ايه؟ الانفستيجيشن اللي احنا بنعملها عشان البيبي، لو هي عندها اي ميديكال ترابل، لو عندها بليدنج، لو في اي، يعني هنعمل ايه الانفستيجيشن اللي هنعملها للبيبي؟ يعني حاجات اساس الويل بينج بتاعه جوه، اخباره ايه، عشان نعرف هو كويس نستمر، ممكن نكمل شويه مع الام، ممكن نكمل معاه كده، ولا في مشكله في البيبي. فدايما الاسسمنت اوف فيتر ويل بينج ده احنا بنروح قاعدين ايه، انفستيجيشن تو اسس فيتر ويل بينج وخلاص وكلمه. لكن انفستيجيشن تو اسس فيتر ويل بينج ده موضوع، فهتلاقوا انكم الموضوع ده اكشلي مش مكتوب في كل موضوع، مش هتلاقوه في الانتي بارتم احنا كاتبينه، في الميديكال ديز اوردرز كاتبينه تاني، لا بنقول لك جمله بس، انفستيجيشن تو اسس فيتر ويل بينج. ايوه يعني في الامتحان هكتب انفستيجيشن تو اسس فيتر ويل بينج فول ستوب، على الاقل نيم ده، يعني قولهم اللي هم دي اللي فيتر موفمنت كاونت نان ستريس تيست باي فيزيكال بروفايل دوبلر ستادي، اللي هم الاربعه دول وبالترتيب ده. حتى عشان كده عامله لك اروز كده، اللي هو لو الديلي فيتر موفمنت كاونت وحش يبقى هنضطر نعمل نان ستريس، لو النان ستريس طلع وحش هنضطر نعمل بايفيزيكال بروفايل، لو البايفيزيكال طلع وحش يبقى هنضطر نعمل دوبلر ستادي. يعني مش بناخد ديسيجن بس على الديلي فيتر موفمنت كاونت وحش او ان النان ستريس وحش، لا لازم نكونفيرم ان هو وحش، لان انك انت تقول عليه وحش ده معناها انك انت بتاخد ديسيجن قوي، اللي هو زي ايه؟ ترمينيشن. فما ينفعش ان ياخد ديسيجن ترمينيشن اوف بريجننسي، بالذات لو البيبي ده لسه بري تيرم، غير لو كان فعلا ده حياته جوه جوبردايز، ده هو احسن له انه يطلع بره. فانت دايما بتوي هو احسن له جوه ولا احسن له بره، اللي هو ازاي؟ باي اسيسنج ذا فيتال ويل بينج، يعني ذا ويل بينج اوف ذا بيبي، فيتال يعني جوه بطنها، ذا فيتال ويل بينج از اوكي، يعني كويس، هيز جود، هيز ويل تو دو، ولا لا انا المفروض ان انا اطلعه بره. فهو ده فكره الموضوع بتاع الاسسمنت اوف فيتال ويل بينج. محتاجين طبعا نعرف البيبي ده اخباره ايه، لان للام بنبقى عارفين الام دي بعمل لها لابس مثلا، اعمل لها مش عارف اشوف البلاد بريشر بتاعها، يعني بنبقى عارفين هاو تو اساس ذا ويل بينج اوف الام. لكن البيبي هنأسسها ازاي؟ بتسال الام تقول لك انا مصدعه بتاعه، لكن البيبي هتاساسه ازاي؟ مش هتعرف تساله، مش هتعرف تعمل له لابس، تاخد منه معامل، مش هتعرف تعمل حاجه زي كده. فاللي تقدر تعمله انك انت تعمل له الاربع حاجات دول، هما دول الحاجات اللي تقول لي البيبي ده كويس ولا لا. لكن الام في حاجات كتير قوي تقول لي ان هي كويسه ولا لا، اعملها اي سي جي، اعملها ايكو، اعملها ام ار اي، يعني حاجات كتير جدا، ولابوراتري تيست بقى ويورين اناليسز وكده، حاجات كتير انك تعرف الام دي ويل بينج ولا الويل بينج بتاع الام اخباره ايه. لكن البيبي هي الحاجات دي بس. عشان كده الانفستيجيشن بتاعه في الاوبستريكس افتر فايبيليتي بتلاقي ماتيرنال وفيتر، الماتيرنال بتختلف اكوردنج تو الكونديشن ان كويستشن اللي انا بشوفها. لو هي مثلا بليدنج يبقى هعملها سي بي سي ومش عارف هيماتوكريت وحاجات كده، لو هي حاجه في الميديكال ديز اوردرز يبقى هشوف مثلا بلاد شوجر وكده، لو هي دايابيتس مثلا الهايبرتنشن مش عارف بعملها انفستيجيشن بتاعتها. لكن البيبي هي حاجه واحده،
هو assessment of fetal well-being في كله في كل الحاجات assessment of fetal well-being اللي هو ايه assessment of fetal well-being هم الاربع حاجات دول. واضحه الكونسبت لان ده مهم ان احنا نعرف احنا ده ايه الموضوع ده ايه اهميه هذا الموضوع مهم ولا مش مهم ده ده مهم جدا ده مهم في كل الابس اللي هو بعد الفايبيليتي لان الابس عندنا بيفور فايبيليتي زي ما قلنا وافتر فايبيليتي كل الابس افتر فايبيليتي انت لازم تبقى عارف الكلام ده لازم تبقى عارف الفيتور ويل بينج بتاعك عشان على اساسه بتاخد ديسيجن انك انت تكمل الحمل ولا تبطل الحمل يعني توقف او تعمل ترمينيشن اوف بريجننسي. طب ايه الاسسمنت اوف فيتور ويل بينج؟ اول حاجه فيري ايزي هو حتى بنعلمها للستات نقول لها انك انت بتعدي حركه البيبي او بتشوفي البيبي بيتحرك ولا لا او بتسالها حتى هو البيبي بيتحرك ولا لا يا مدام يعني تحسي بحركه البيبي ولا لا. طب هو اكسبتبل لحد قد ايه؟ قبل ما نعرف اكسبتبل حد يعرف البيبي بيتحرك قد ايه في اليوم؟ 100 اكتر من 100 حركه في اليوم 100-110 حركه بيتحرك كتير بيتحرك كتير قوي قوي في اليوم البيبي اوكي. فبالتالي انا بطلب منها انها تعد الحركه بتاعته اخر بنات حته الحركه بتاعته امتى هو الكويكنينج او الفيرست بيرسبشن اوف فيتال موفمنت فيرست بيرسبشن بيبقى امتى كام اسبوع يعني 18 16 ها يعني ماكسيمم هتحسه عند امتى 20 اسبوع يعني انا اقول لها ما دام انت بتحسي حركه البيبي بتاعتها تحس انت قد ايه دلوقتي تطلع 16 اسبوع او 18 او 20 اسبوع اقول لها خلاص انت كل يوم عادي حركه البيبي عشان نشوف بيتحرك كام حركه في اليوم ايه رايكم لا لا ليه بالظبط مش فايب. فانت مهم الانترا الاساس ما فيتور ويل بينج ده انترا بارتم انتي بارتم يعني وهي حامل انتي بارتم يعني during pregnancy كويس وانترا بارتم يعني وهي بتولد وقت الولاده وقت الولاده. فانا بعمل اسسمنت اوف فيتال ويل بينج دول التو كونديشنز اللي انا محتاجه اعرف البيبي كويس فيهم ولا لا اللي هو انتي بارتم يعني وهي حامل اور ثرو ذا بريجننسي اند انترا بارتم يعني وهي بتولد في الفيرست والسكند سكند ستيج سكند ستيج ده البيبي نزل ولا لسه يعني it starts by ايه السكند ستيج start by full survival dilatation ends by delivery of the يبقى during the second stage البيبي ده جوه ولا بره جوه بالظبط كده. فيبقى الانترا بارتم اساسا هو فيتال ويل بينج during the first and second stages of labor ودي اهم يعني تفتكروا الستريس هيبقى على البيبي اكتر في الانترا بارتم ولا في الانتي بارتم؟ ليه الانترا بارتم؟ عشان بالظبط الكونتراكشن دي بتخلي البلاسنتا سيركيليشن بتقفل فبالتالي بيقل البلاد سبلاي والاكسجين اللي رايح للبيبي فانترا بارتم هيبقى هنا الستريس على البيبي اكتر اوكي. فهو في الانترا بارتم هتبقى محتاج مور اسسمنت اوف فيتال ويل بينج وهنشوف الفريكوانسي بتاعته هتبقى كل قد ايه. الانتي بارتم انت بتشوف البيبي ما عليهوش ستريس ولا حاجه هو جاست الكونديشنز بتاعه البريجننسي فلو الكونديشن فيفربل يعني بيروح البلاسنتا سفيشن ما فيهاش البلاسنتا انسفيشنسي في ويل بيرفيوجن اوف ذا بلاسنتا هي ما عندهاش ميديكال ترابلز كده فخلاص البيبي تقريبا ما عندوش مشكله فبتعمل العادي اللي هو ايه العادي اللي هو بتقول لها يا مدام عادي حركه البيبي كل يوم المفروض ان البيبي بيتحرك 100-120 حركه انا مش عايزك تقعدي تعدي 120 حركه اما الست ليها حياتها برده مش هتقعد تعد بس فانت بتقول لها في الساعه الواحده بتعدي له على الاقل 3 حركات بحيث تعدي له 10 حركات في اليوم 10 حركات في اليوم اوكي فيعني او في ال 12 ساعه اللي هي صاحيه فيهم لان على اساس انها مثلا كنت تنام 12 ساعه ثانيه مش عارفه ليه الفيرجن الجديده من الكتاب كاتبه 12 ساعه ايوه يعني في ال 12 ساعه تعدي له 120 يعني طبعا دي فيها غالبا غلطه مطبعيه لان هو في الفيرجن القديم او في كل الفيرجنز وفي كل الكتب يعني اللي هو بتعدي له 10 حركات 10 موفمنت بير 12 اورز يعني في الوقت كله في اليوم بتعدي له على الاقل كده وعلى الاقل بمعنى ان هو لو 9 حركات اتحركهم ده البيبي ده كويس ولا مش كويس؟ مش كويس تقول ايه 9/10 فرقت حركه هو مش المفروض يتحرك الماكسيمم 10 ده المينيمم 10 ده هو بيتحرك 100 ده لو ما اتحركش ال 10 ده لازم جدا تقلقي يعني ايوه تقلق يعني تعمل ايه؟ تنزل بالظبط كده انها تعمل الخطوه اللي بعدها تروح اي مستشفى اي مستوصف قريب منها او كده عشان يعملوا لها حاجه اسمها نان ستريس تيست. ايه بقى النان ستريس تيست ده؟ الطبيعي ان البيبي لما بيتحرك يعمل اي موفمنت جوه كويس تفتكروا الفيتال هارت ساوند بتاعه هيأكسلريت ولا هيديسلريت؟ بمعنى اخر انتوا لما بتتحركوا لما بتجروا البلس بتاعكم بيحصل له ايه؟ اكسلريشن بالظبط كده. فالطبيعي الطبيعي ان هو in relation to the movement to the fetal movement يعني لما البيبي بيتحرك ان هو يحصل acceleration في الفيتال هارت acceleration في الفيتال هارت عشان كده نقدر نقول ان هو في reactive non stress test يعني non stress test ده reactive يعني ايه reactive؟ يعني there is an acceleration
of the fetal heart in relation to the fetal movement. ففي reactivity يعني البيبي ده is reactive, فبالتالي النون ستريس ده طلع reactive. يعني البيبي ده كويس ولا مش كويس؟ لو طلع reactive non stress يعني البيبي ده كويس. فبنعمل النون ستريس تيست ده, بنحط الست على جهاز معين, نبص على صورته كده. ده احلى سلايد انتوا بتنتظروها. ده الديلي فيتال موفمنت كاونت, ان هي في كل يوم تكتب مثلا تحرك 10 حركات ماشي. يعني هي لو وصلت 10 ما تكملش عد, يعني مش محتاجه انها تكمل عد لما توصل لل 10 حركات في اليوم. يعني بتكتب ده بقى الجراف بتاع النون ستريس تيست. ايه الجراف ده؟ احنا بنقعد الست على الجهاز قد ايه؟ هو نفس جهاز السي تي جي على فكره, نفس جهاز السي تي جي اللي هو ده الجهاز بتاع السي تي جي. ده الجهاز بتاع السي تي جي ده ليه تو بروبس. خلاص, في بروب منهم بيبقى على بطن العيانه, وفي بروب تاني بيبقى في بروب بنحطه على الفانجس. كويس, على الفانجس. وفي بروب تاني بنحطه فين؟ مكان الهارت, لان هو بيقيس, اسمه كارديو توكوجرافي. الجهاز ده اسمه كارديو توكوجرافي. كارديو يعني بيقيس الهارت بتاع البيبي. كويس, توكو اللي هو البريشر, بالظبط كده, توكو اللي هو البريشر انسايد ذا يوترس. فده الكارديو توكوجرافي. فالكارديو توكوجرافي ده ليه تو بروبز, بتحط طبعا اللي بيقيس البريشر على الفاندس, لان هو البيس ميكر بتاع او بيستارت الكونتراكشن عند الرايت كورنيو, فبتحطه فوق على الفاندس. لكن بتحط الفيتال هارت, اللي هيشوف فيتال هارت فين؟ على حسب لو هو كيفاليك برزنتيشن, بيلو الامبيليكس اللي هو كيفاليك برزنتيشن, لانه بتبقى الهارت تحت. كويس, لكن لو هو كان بريتش مثلا هتحطه برده فوق الامبيليكس. لكن ده لو انت هتعمل سي تي جي اللي هو انترا بارتم اسسمنت. امال لو انا هعمل نون ستريس تيست بس, انا محتاجه انهي بروف فيهم؟ بتاع البيبي بس, لان ما عندهاش كونتراكشن اصلا. هي الست ما بتولدش وما بيجيلهاش براين كونتراكشن, فهتحط انهي بروب؟ اللي هو بتاع الفيتال هارت. طيب وبعدين انا هقيس الفيتال هارت, انا بقول ان ريليشن تو ذا موفمنت, هعرف الموفمنت ازاي؟ ايوه بالظبط كده, انا بديلها في ايدها زي البالس اوكسيمتر كده اللي بتشوفوه في العمليات. بديلها حاجه بقول لها في بطن هنا بيبقى فيه زرار, لما تحسي بحركه البيبي دوسي. طب ما هي جايه لي اساسا عشان مش بتحس بحركه البيبي, مش مشكله حتى لو هي ما دستش. انت هتلاقي على الجراف في الاخر يطلع لك فيه اكسلريشنز كده موجوده. اكسلريشن دي هتنديكيت ان هو كان عندنا هنا هتلاقي اكسلريشن حصلت. يعني بصوا كان الفيتال هارت ماشي كده يعني بيز لاين, وبعدين هيبقى في اكسلريشن هنا, وبعدين شويه, وبعدين اكسلريشن ثانيه شويه, وبعدين اكسلريشن ثالثه. فبالتالي ده انديكيت هي المفروض ساعتها تبقى الام, لان هي قاعده بقى مركزه في ان هي لما بيتحرك البيبي المفروض هنا تروح حاطه لك ارو, تلاقي ان هو في علامه هنا انه حصل موفمنت, علامه هنا انه حصل موفمنت, بمعنى ان هو مع الموفمنت اللي حصلت والست راحت عامله دايسه على البطن ده, لقينا ساعتها ان حصل اكسلريشن في الفيتال هارت. حصل اكسلريشن في الفيتال هارت, فده بيانديكيت ان انا عندي رياكتيف نون ستريس تيست. والمفروض ان انا بقى قاعده على هذا الجهاز بتاع النون ستريس ده لمده ثلث ساعه. بقى قاعده على الجهاز ده ثلث ساعه, المفروض خلال هذه الثلث ساعه ممكن بيبي بيتحرك حركتين ثلاث حركات حركه, يعني يبقى في حركه للبيبي, ومع هذه الحركه نلاقي في اكسلريشن. طب افرض ان انا قعدتها على الجهاز ده لمده 20 دقيقه ولقيت عندي ثلاثه اكسلريشنز, ايه الانتربريتيشن؟ بس هي مش دايسه كويس طالما في اكسلريشن. طب افرض ان انا قعدتها على البتاع ده كويس ولقيت ان هو ما حصلش اي فيتال موفمنت, اعمل ايه؟ اعيده 20 دقيقه ثانيه, لان ده اسمه نان ريشورينج. البيبي ما اتحركش, نان ريشورينج, اخليها ثاني ثلث ساعه ثانيه ما اتحركش, ابعد بقى على اللي بعده. يعني خلاص بقى, انا هيبقى لها هي نيرلي بقى لها ثلثين ساعه والبيبي ما اتحركش خالص, وعماله بديها حاجات حلوه ومش عارف ايه, واضربي على, لان البيبي ده بني ادم يعني, بحس ان هي لو شربت اي حاجه مسكره ده بيبقى جلوكوز بيستيميليتد فيتال موفمنت, ممكن هي تقعد تخبط على بطنها تصحيه لو كان نايم, لانه بينام ويصحى في اوقات مش معاها, مش بينام معاها وبيصحى معاها, هو ممكن يبقى نايم وهي صاحيه او العكس. خلاص, ف
فبالتالي انت بتعمل لها اول حاجه بتقول لها حاجه كده سبجكتيف، ما دام بيعدي حركه البيبي كل يوم اه بيتحرك كويس 10 حركات في اليوم خلاص الدنيا تمام. لا ده ما بيتحركش كويس يا دكتوره نزلت لك وقالت لك لا ما اتحركش كويس، ده امبارح ما اتحركش خالص مثلا، حطها على النان ستريس، على النان ستريس تيست ده حط لها البتاع ده، فلو لقيت ان هو اتحرك ومعاه اكسلريشن خلاص ده رياكتيف نان ستريس تيست ما دام البيبي زي الفل. ايوه زي الفل يعني ايه؟ معلش انت ركزي اكتر في العد الحركه للبيبي زي الفل. مش محتاجه تطمني تاني يا دكتوره؟ لا مش محتاجه، انا كده مطمنه خلاص الدنيا كويسه وده انت عندك رياكتيف نان ستريس تيست. طب لقيت ان هو ما اتحركش خالص وكمان ما فيش اكسلريشن، معلش يا جماعه هنقعد 20 دقيقه تانيين، 20 دقيقه تانيين لان ده انا مش مطمنه، ده انا نان رياشورين. طب طلع ان هو البيبي اتحرك وهي عملت لك على البطن وانت ما لقيتش حصل معاه اكسلريشن، يعني لقيت البيبي اتحرك هي دايسه ان البيبي اتحرك ان في حركه لكن مش مع الحركه حاصل اي اكسلريشن، ده معناها ايه؟ يبقى البيبي الهارت بتاعه فيه مشكله لانه نان رياكتيف. The heart of the baby is non-reactive to the movement. المفروض الطبيعي ان هو لما يعمل مجهود يبقى فيه acceleration، ده معناه ان الهارت بتاعه رياكتيف، لكن لو هو فيه movement لكن ما فيش acceleration حصلت يبقى كده معناه ان هو non-reactive. ايوه non-reactive دي يعني انا اعمل ايه؟ مطمنه انا كده على البيبي؟ لا. يبقى اعمل ايه؟ اعدي 20 دقيقه كمان؟ لا لا اروح على الستيب اللي بعدها. ففي فرق، احنا التلاتة يعني نان ستريس تيست ده ممكن يبقى ليا تلاتة نتائج منه. نمبر 1 ان هو يبقى ايه؟ رياكتيف، يعني هو في عندنا موفمنت ومعاها اكسلريشن، ده اعمل ايه لو هو طلع رياكتيف؟ زي الفل ده نورمال. طيب افرض ان هو لقيت ان هو البيبي ده ما اتحركش خالص يبقى ده ايه؟ نان رياشورينج، لان انا مش عارفه، انا لسه مش عارفه، انا مش مطمنه لسه، لكن ما قلتش ان هو نان رياكتيف، هو نان رياشورينج، انا لسه مش مطمنه فمش عارفه اوصل لديسيجن، ساعتها اعمل ايه؟ اخليه كمان 20 دقيقه كونتينيو فور انذر 20 مينتس عشان اشوف لازم اوصل لحل، يا اما يبقى رياكتيف يا اما نان رياكتيف، هو ده اللي على اساسه بقدر اخد ديسيجن، رياكتيف بروحها نان رياكتيف بروح على الستيب اللي بعدها. فنان رياشورينج ده بتعيده عشان تعرف هو هيبقى نان رياشورينج ده ايه، يعني نان رياكتيف ولا رياكتيف، كان البيبي نايم مثلا وصحي او حاجه زي كده. فهو هنا يا اما يطلع لك ناس بس ده رياكتيف خلاص الدنيا تمام اللي هو بالمنظر ده حصل اكسلريشن اباوت 15 بيتس بير مينيت وقعدت الاكسلريشن دي لمده 15 ثانيه فده معناه رياكتيف نان ستريس تيست تروح بيتها البيبي كويس. لو ان هو ما حصلش هذه الاكسلريشن خالص وما حصلش موفمنت ده نان رياشورينج اكمل ل 20 دقيقه كمان. افرض ان هو لا حصل موفمنت لكن ويزاوت اني اكسلريشن او الاكسلريشن كانت ايه حاجه بسيطه قوي، لا ساعتها ده نان رياكتيف اتس نوت رياكتيف، مش ده الرياكشن اللي احنا عايزينه، ده نان رياكتيف. يبقى اقول لها معلش احنا مطمنين محتاجين نعمل ستيب ثانيه بعديها اللي هي الباي فيزيكال بروفايل. واضح لحد دلوقتي؟ مهم نبقى عارفين كل حاجه، الستبس دي نبقى فاهمينها وفاهمين احنا بنعمل كل حاجه ليه وايه الانتربريتيشن بتاع كل حاجه، لان مش بس نعرف احنا بنعمل ايه. ايوه الانتربريتيشن مهم، ده يمكن اهم كمان، يعني انت بتعمل نان ستريس ليه؟ عملناه وبعدين لازم تعرف تانتربريته عشان تعرف تقول لها ايوه روحي، لا احنا مطمنين، لا احنا مش مطمنين، لا احنا هنعمل ستاب ثانيه. ما عشان كده الانتربريتيشن از اكستريملي امبورتنت. يبقى اديلي فيكتور موفمنت كاونت لاكثر من 10 خلاص الدنيا زي الفل، ما فيش اي مشكله. لو اقل من 10 هنروح عاملين نان ستريس تيست، نان ستريس طلع رياكتيف الدنيا زي الفل تروح، نان رياكتيف يبقى ساعتها اعمل لها باي فيزيكال بروفايل. ايه الباي فيزيكال بروفايل بقى ده؟ اقعدها على الجهاز ده برده؟ ده الترا ساوند، باي فيزيكال بروفايل ده مش الجهاز ده بقى، ده الترا ساوند. فعشان كده احنا بنكتب نان ستريس والباي فيزيكال بروفايل، انت مش لازم تعمل الاثنين، انت على حسب الفاسيلتيز اللي عندك. افرض ان هو المكان اللي انت فيه ما فيهوش الجهاز ده لكن فيه الباي فيزيكال، خلاص هتعمل باي فيزيكال. افرض ان هو المكان اللي انت فيه لا في الجهاز وما فيهوش الالترا ساوند، في عند لان الجهاز ده ارخص بكتير جدا، ده ما فيش ده ب 20000 جنيه، لكن الالترا ساوند دي غاليه، فيعني في الوحده الصحيه اللي انت فيها، انت مش قاعد في بيتكم يعني، في الوحده الصحيه اللي انت فيها هتلاقي الجهاز ده موجود، فبالتالي بنعمل لها نان ستريس تيست. فلو لقيت النان ستريس تيست بتاعها كويس خلاص، لو لا بتنقل على الستيب اللي بعدها. باي فيزيكال بروفايل ده الترا ساوند، بنبص على ايه في الالترا ساوند؟ ايه رايكم؟ بنبص على ايه؟ هو طبعا الالترا ساوند ممكن نبص عليه على حاجات كتير، بس الباي فيزيكال بروفايل بينكلود ايه من الحاجات اللي انا ببص عليها؟ هي لازم تبقى حاجات تقول لي اذا كان البيبي كويس ولا لا. بمعنى لو انا قست مثلا الهات سيركونفرنس والابدان سيركونفرنس والفيمر لانس يقولوا لي البيبي كويس او مش كويس؟ لا، حتى لو البيبي ميت ما هيتقاسوا، مش كده ولا ايه؟ لو البيبي ميت هعرف اقيس الهيد سيركونفرنس والابدان سيركونفرنس فيه، يعني دي مش هتقول لي البيبي كويس ولا مش كويس. امال ازاي اعرف البيبي كويس ولا مش كويس؟ بالالترا ساوند. اشوف ممكن الهارت، ايه كمان؟
اه في ريسبيريشن ولا لا، ريسبيراتوري موفمنت ده بيبان، بيبان الاكسبانشن بتاعه اللنج ولا لا، وبالالترا ساوند والبيبي جو. ايه كمان يعني البريزنج موفمنت ده مهم. ايه كمان؟ امنيوت فلويد اندكس. فاكرين لما اتكلمنا على الامنيوت فلويد؟ احنا لسه ما اتكلمناش، احنا اتكلمت تحت. الامنيوت فلويد اندكس ده مين الكونتريبيوتور بتاعه، الام ولا البيبي؟ مين بيكونتريبيوت فور امنيوت فلويد؟ الاثنين. مين اكتر؟ الفيتس. بالظبط كده. فلو البيبي كويس هيورينيت كويس والدنيا بتبقى كويسه معاه، يعني كده شغاله كويس والدنيا كويسه وكده، خلاص فهتلاقي فيه امنيوت فلويد اندكس هيبقى كويس. لكن لو البيبي مش كويس وفي مشكله عنده في الكيدنيز واليورينيشن والميتابوليزم بتاعه، فهتلاقي الامنيوت فلويد اندكس ده اخباره ايه؟ قليل. هيبقى قليل اوجا هيدراميوس، فهيبقى قليل. فبالتالي الامنيوت فلويد اندكس بيانديكيت برده الويل بينج بتاع البيبي، لان هو اكتر كونتريبيوشن بتبقى من البيبي مش من الام. فممكن لو بصيت على الفيتال بريذنج موفمنت، لو بصيت على الامنيوت فلويد اندكس. ايه كمان؟ البلاسينتا تفرق معايا في ايه؟ يبقى دوبلر بقى، مش كده ولا ايه؟ يبقى هنا الالترا ساوند ما يقوليش حاجه على البلاسنتا، انا لازم اعمل دوبلر اللي هي الستاب اللي بعدها. فكده بالنسبه لي بايفيزيكال بروفايل البلاسنتا ملهاش دعوه، يعني مش هتقولي حاجه البلاسنتا. طب ايه تاني بتبص عليه فاندم؟ اما هو الترانك موفمنت اللي هو، او يا اكتشوالي التشست موفمنت اللي هو الاكسبانشن بتاع التشست ده، البريزنج موفمنت. خلاص ده بريزنج موفمنت. طب الموفمنت بتاع البيبي نفسه مهم ولا مش مهم؟ اه طبعا. البيبي بيتحرك ولا لا؟ الليمب موفمنت بتاعه البيبي، ايديه ورجليه بتتحرك ولا ما بتتحركش؟ فبتبص على الفيتال موفمنت، البيبي نفسه هو بيتحرك ولا لا، بتبص على البريزنج موفمنت اللي هو الاكسبانشن بتاع التشست بتاعه، بتبص اذا كان البيبي ده فلكسد ولا اكستندد، التون بتاع البيبي اذا كان فلكشن ولا اكستنشن. لان طبعا كل ما يبقى فلكسد اتيتيود ده يعني يبقى التون بتاعه كويس، يبقى بالتالي البيبي الويل بينج بتاعه كويس. فدي الحاجات اللي بنبص عليها. بص على الفيتال بريزنج موفمنت والفيتال ليمب موفمنت والتون بتاع البيبي، الامنيوتيك فلويد، الامنيوتيك فلويد اندكس كويس. فدول الاربع حاجات بتوع البايوفيزيكال بروفايل. بس لما توصف البايوفيزيكال بروفايل كانوا بينكلودوا معاه كمان الريزلت بتاع النون ستريس تيست، فهم دول الخمسه ايتمز بتوع البايوفيزيكال بروفايل اللي احنا بنبص عليها، اللي هو الفيتال تون، الفيتال موفمنت، الفيتال بريزنج موفمنت، والامنيوتيك فلويد اندكس بلس النون ستريس تيست. طبعا دول الاولانيين هم اللي بالالترا ساوند ماشيين، لكن النون ستريس تيست ده اللي هو النون ستريس اللي انت عامله. الانتربريتيشن بتاعه يا زيرو يا اتنين، يعني لو الحاجه موجوده لو في موفمنت يبقى بياخد كام؟ اتنين. لو مش موجود زيرو، مفيش نص نص، اصل هو بيتحرك بس مش حلو. لا مفيش واحد في البايوفيزيكال بروفايل اول اور نان، اللي هو كل ايتم اول اور نان. فبالتالي البايوفيزيكال بروفايل النمبر بتاعه اللي ممكن تشوفه في الاخر هيبقى كام؟ 10. 10 ده لو هو البيبي زي الفل بالظبط، دايما ايفن نمبر. نو واي انه يطلع لك اود نمبر. هيطلع لك اود نمبر ازاي؟ يعني مش ما فيهوش وحايد، كله يا زيرو يا اتنين يا اربعه يا سته يا ثمانيه يا 10. لكن مش ممكن يبقى فيه وحايد، لان انا بدي الرقم اللي بديه لكل ايتم من دول يا زيرو يا اتنين. على عكس الابجر سكور، الابجر سكور فيه انترميديت. خلاص على عكس الابجر سكور فيه انترميديت، فممكن تلاقي ايفن او اود نمبر عادي. لكن البايوفيزيكال بروفايل لازم يبقى ايفن نمبر، مش ممكن يبقى اود نمبر، لانه مفيش حاجه يعني مفيش وحايد فيه، هو يا زيرو يا اتنين. فهو ده البايوفيزيكال بروفايل. لو طلع لك البايوفيزيكال بروفايل 8 على 10 او 10 على 10 طبعا البيبي ده زي الفل. لو طلع لك اقل من كده يبقى ساعتها بتنتقل للستاب اللي بعدها اللي هو الدوبلر ستادي. واضح؟ الدكتور هو البريدنج بس هو بيعمل البريزنج، ما هو قلنا حتى اللانج الهايبوبليزيا ان هو بياخد الميه دي، هو مش ريسبيريشن عنده باي اير، ريسبيريشن عنده جاست لانج اكسبانشن. لانج اكسبانشن لما بيخش فيها الفلويد. اوكي فاللانج اكسبانشن بتشوف اذا كان في بيحصل هذا الاكسبانشن ولا لا. فاحنا بنقول عليه بريزنج موفمنت لانه هو ريليتد لللانج، لكن هو مش اير، هو الاير ده بيبقى وانس ان هو ديليفرد. لكن حاجه ميكانيكال مش سنتوال، يعني ملهاش اه بس تطمني ان هو التون بتاعه الرياكشن بتاعته كويسه، بدليل ان هو لسه عمال ان هو بيسوالو وبيكسباند يعني. فبتطمني ان البيبي لسه الفايتال ساينز، يعني لو قلنا مجازا عليها فايتال ساينز، يبقى دي الفايتال ساينز اللي انا بقدر اشوفها في البيبي، لان انا مش هعرف اشوفه هو بيورينيت، مش هعرف اشوفه هو بيسوالو، لكن هشوف النتيجه ده في مثلا الاماونت اوف لايكر اللي موجوده، هشوف الليمب موفمنت اه دي بنشوفها في السونار، هشوف ان هو اتحرك واتقلب ومش عارف ايه، فالفلكشن اتيتيود اللي موجود فيه. فدي الايتمز اللي انت ممكن تبص عليها او اللي انت ممكن تشوفها تقول لك ان البيبي اللي جوه ده كويس. فهي دي الايتمز اللي احنا بنبص عليها.
الكتاب السنه دي بس ناخد بالنا في التغييرات اللي انا بقولها. احنا هنمشي على اللي انا بقوله، لان هو ده حتى هتلاقوا المحاضرات بتاعتكم تحت اللي انتوا بتشوفوها واللي متصوره على اللي احنا بنقوله دلوقتي، مش على اللي موجود. معلش في شويه غلط او يعني شويه لخبطه موجوده، فلو سمحتوا نمشي على الكلام اللي احنا بنقوله او اللي انتوا بتسمعوه تحت في المحاضرات. خلاص، ما هو اللي انا بقوله لكم هو ده نفسه اللي هتسمعوه تحت في المحاضرات اللي هي بتتقال لكم في الراوندز كلكم، هو نفسه. ماشي، بس عشان نبقى واضحين، حتى لو جالنا في الام سي كيو، ايوه حتى لو جالنا في الام سي كيو، ما هو المحاضرات دي انتم مطالبين بيها يعني الكتاب رفرنس، لكن لو في اي تغييرات او لخبطه او في غلطه مطبعيه او وات ايفر دي بتتصلح او بتتقال لكم في المحاضرات اللي انتم بتحضروها كلكم في الراوندز. واضح؟ طيب، يبقى احنا اول حاجه بنبص عليها في الانتي بارتم اسسمنت اوف فيتال ويل بينج. انتي بارتم يعني والست دي حامل، كويس، ديلي فيتال موفمنت كاونت، بس دي حاجه سبجكتيف. لو قالت لي كويس كويس، لو قالت لي لا يبقى بعمل لها نان ستريس تيست. نان ستريس تيست اللي هو الجهاز اللي قدامنا ده، او اللي بتبقى على ورقه كده بيطبع زي بتاع الاي سي جي والسي تي جي، ده سي تي جي، كويس. فبنشوف اذا كان في رياكشن للهارت ان ريليشن تو ذا فيتال موفمنت، يعني في اكسلريشن ولا لا. لو في اكسلريشن يبقى رياكتيف، لو ما فيش اكسلريشن يبقى نان رياكتيف. والنان رياكتيف ده اروح عامله الستيب اللي بعدها اللي هو البايفيزيكال بروفايل، والبايفيزيكال بروفايل ده الترا ساوند، بشوف ايتمز معينه اللي هي الفيتال تون، الفيتال بريذنج موفمنت، الفيتال ليمب موفمنت، والامنيوتيك فلويد اندكس، وممكن بنزود عليه النان ستريس تيست. في سؤال لحد كده يا دكاتره؟ لو طلع ان البايفيزيكال بروفايل ده كويس 10 على 10 هتعمل ايه للعيانه؟ خلاص هتروحها، الدنيا كويسه يا مدام، بيبي زي الفل، خلاص تمشي. طيب لو طلع لا مش كويس، ده طلع 6 او 4، ادخلها العمليات واعمل لها قيصريه ولا اعمل ايه؟ لا اكمل اللي بعدها الدوبلر. الدوبلر ده بيقول لي اخبار البرفيوجن بتاعه البلاسنتا ايه، وكمان اخبار الريسبونس بتاع البيبي، لان انا بعمل دوبلر على الامبيليكال ارتري اللي هو بيريبريزنت البلاسنتا برفيوجن، والميدل سيريبرال ارتري بتاع الام ولا بتاع البيبي؟ ده دوبلر بالسونار، فبتاع البيبي عشان اعرف اذا كان البيبي، اذا كان البرين بتاعه متاثر، فيه الاكسجينيشن قليل، فيه ريزيستنس للفلو، مفيش فلو، فبالتالي اعرف اذا كان البيبي ده كويس. ما انا هدف الدوائي في الويل بينج، فاعرف اذا كان البيبي ده كويس ولا مش كويس. فبالتالي لما بعمل على الامبيليكال ارتري بيقول لي البرفيوجن بتاعت البلاسنتا كويسه ولا لا. فممكن تبقى البرفيوجن يعني كويسه بس البيبي نوت ريسبوندنج، البيبي فيه مشكله، البيبي في يبقى فيه كروموزومال مثلا انوماري ولا انفكشن ولا كده، بحيث انه يبقى الميدل سيريبرال فيه الريزيستنس بتاعته مش حلوه او الفلو اللي فيه مش حلو. فانا لازم اعمل الاثنين، بشوف الدوبلر بتاع الامبيليكال ارتري والدوبلر بتاع الميدل سيريبرال ارتري بتاع البيبي عشان اطمن ان هو البرفيوجن اللي رايح له كويس، واطمن ان هو كمان ريسبوندنج ورياكتيف، البيبي ده كويس ان هو بياخد الاكسجين والدم وكده اللي هو محتاجه. فطبعا ممكن تعمل الدكتس فينوزس عشان تقول لك مش بس على البرين بتاع البيبي ميدل سيريبرال، لو كمان وكل بالظبط ده كانك عملت على الاورتا يعني، بس هو الفينز هي اللي بتكاري اوكسجينيتد بلاد في البيبي، فعشان كده ممكن تعمل على الدكتس فينوزس عشان تشوف كل السيستمز كمان، بس اهمهم البرين، فعشان كده بنعمل على الميدل سيريبرال ارتري. فانت بتعمل على حتت معينه، يعني انت لما بتحط البروب بتحطه مثلا على الامبيليكال ارتري، او بتحطه على الميدل سيريبرال ارتري على دماغ العيل، يعني بتحطه على اماكن معينه وتروح دايس الزرار بتاع الدوبلر مود كويس، فيجيب لك بقى الفلو اخباره ايه. الفلو كويس ونورمال البلاد فلو، ولا الفلو ده لا فيه ريزيستنس للفلو، او مفيش فلو، او ريفرس فلو. يعني ايه ريفرس فلو؟ الدم راجع من البيبي للام، الدم راجع من البيبي للام. تفتكروا ايه اوحش حاجه؟ ريفرس فلو. طبعا لو ريفرس فلو يعني البيبي ده كمان مش بس البيبي ما بياخدش من الام، ده كمان هو اللي بيديلها، انتوا متخيلين؟ فبالتالي انت بتعمل عشان تشوف فيه انكريز ريزيستنس، يعني في انكريز ريزيستنس تو فلو. فلو في انكريز ريزيستنس تو فلو يعني فلو ده كويس ولا قليل ولا كتير؟ قليل. فلو في انكريز ريزيستنس يعني لو لقيته انكريز ريزيستنس يبقى بالتالي الفلو ده قليل، يعني البيبي بياخد دم قليل، يعني بالتالي البيبي ده فيه element of fetal distress. لو لقيت ان هو لا ده مفيش فلو اصلا، مفيش فلو من الام للبيبي، فده كده زي ما بنقول ايه، اتس ان alarming sign او ان alert sign، يعني تاخد بالك جامد، تاخد بالك جامد اللي هو طب حملها termination، طب ايه في consideration لحاجات تانية تشوفها بقى هو اخباره ايه. طب يعني دلوقتي بري تيرم، لو هو تيرم خلاص هتترمينيت على طول، لو بري تيرم طب ادي ستيرويدز وترمينيت، يعني اللي هو alert. زي بالظبط في البارتوجرام كده عندكم في حاجه اسمها alert line واكشن line. alert يعني alarming، يعني ناخد بالنا جامد، ده في alarm ابتدى جهاز انذار يعني.
لكن لو لقيت في ريفرس فلو يعني الفلو بقى ريفرس ده اكشن لازم تعمل اكشن زي الاكشن لاين بتاع الكارتوجرام كده لازم تاخد اكشن ايميديتلي لا دلوقتي دي ما خدتش استيرويد دي مش عارف ايه خلاص ما فيش ده هو خلاص البيبي هيموت فانا لازم دلوقتي اللي اعمل لها تيرمينيشن واضح يا دكاتره الانتربريتيشن يعني ايه دوبلر وهاو تو انتربريت الدوبلر لان الانتربريتيشن بتاع كل واحد لا يقل اهميه اطلاقا عن انك تعرف الايتم ما انت بتعرف الايتم مش تعرف الانتربريتيشن زي مثلا عملت لها بلاد جلوكوز ايوه وبعدين بتعرف ايه ده البلاد جلوكوز بتاعها 200 يبقى في حاجه هعملها لقيته 80 في برده يعني يعني بتطمن او لا او كده على حسب الانتربريتيشن بتاعه الحاجات دي يبقى assessment of fetal well-being ده مهم جدا لان على طول after viability you need to assess the fetal well-being ان البيبي ده كويس بالذات لو هاي ريسك مش كده ولا ايه يعني في اللو ريسك هتعمل ايه من دول او اللي هي واحده حامله عادي جدا ولا عندها medical troubles ولا اي حاجه خالص ديلي فيتال ممكن كام وعامه بيبقى كويس والدنيا بتمشي كويس الا لو مره مثلا هي اتلخمت مره ما عدتش بتاع حاجه زي كده اخرج هتعمل لها نان ستريس وهيطلع رياكتيف وخلص خلاص فبتمشي بالديلي فيتال موفمنت كاونت وخلاص في الهاي ريسك بقى هي اللي بتمشي بالديلي فيتال موفمنت كاونت لكن بتحتاج تعمل حاجات من التانيين اللي هو بالذات لو هي سيفير هاي ريسك يعني هاي ريسك عندها اي جي ار عندها مثلا سيفير بري اكلامسيا حاجه من دول اللي هو بنعمل كلوز اسسمنت اوف فيتال ويل بينج كلمه كلوز اسسمنت اوف فيتال ويل بينج يعني باي ويكلي مرتين في الاسبوع تعمل لها يا نان ستريس تيست يا اما باي فيزيكال بروفايل وكل اسبوع تعمل لها الدوبلر اوكي عشان تعرف انت محتاج تعمل تيرمينيشن امتى قادر تمشي مع الست وتزق الحمل ده لحد امتى ففي الهاي ريسك اللي هو الكلوز اوبزرفيشن اللي احنا محتاجين نعملها ان احنا بنعمل لها مرتين في الاسبوع يا اما نان ستريس تيست او باي فيزيكال بروفايل وبنعمل لها كل اسبوع الدوبلر ستادي واضح ده لو هو من اول الفايبيتي طبعا احنا قلنا زي نو بوينت ان انا عند 20 اسبوع اعمل لها حاجه من دول لان طب ماشي طلع وحش هعمل ايه انتوا فاهمين طب طلع وحش طلع ما بيتحركش اتحرك مره وخلاص حست كويكنج وخلصنا على كده عند 20 اسبوع نان ستريس تيست بتاعها نان رياكتيف البايوفيزيكال بروفايل بتاعها طلع 2 على 10 كويس الدوبلر بتاعها ريفرس فلو هعمل لها ايه وهي 20 اسبوع هو ابورشن فانت هو ابورشن هو اسمه ابورشن هو اسمه ابورشن حتى لو انت شفته في هذه الستيج ما انت بتاكت امتى لما تبقى الدنيا بره احسن من جوه لكن هو بره نو تشانس جوه يعني 2% وتقتلع مثلا البايفيك بروفايل بتاعه 2 على 10 في حاجه تشانس لكن انت بره ما فيش تشانس خالص انت لو قلت لدكتور الاطفال انا هديك عيل 20 اسبوع يقول لك هعمل بيه ايه ما فيش حاجه عندي ممكن تشغل عيل 20 اسبوع و16 اسبوع و18 اسبوع فعشان كده there is no point of doing fetal well-being او الاساس او fetal well-being before viability لان انت ايه الاكشن اللي هتاخده لو طلع وحش ما فيش اكشن انت هتاخده انت اخرك بتقول لها ها والبيبي بيتحرك ايه طب كويس بيتحرك ما اعرفش ايه كل الكلام ده لحد ما تريتش viability once reaching viability طب معلش بقى كل يوم يا مدام تعدي حركه البيبي لكن before viability اتحرك خير وبركه كويس البيبي بيتحرك لكن حتى لو بيتحرك وهو وحش ولا كويس يعني الواي بينج يو ار نوت كونسرنت اباوت ذا ويل بينج اكسبت افتر viability لكن before viability there is no point of asking about الواي بينج بتاع البيبي لان انت you don't have another chance يعني او another option سوري another option انك انت تطلع البيبي بره واضح طيب انترابارتم بقى يعني during وهي بيجي لها contractions during الولادة during the first stage of labor و second stage of labor في حاجات تانية ممكن نعملها ان احنا نشوف الassessment of fetal well-being الناس stress test ده اعمله ولا نيجي واحد واحد الموفمنت كاونت ايه رأيكم؟ اولا هي الام هتبقى محتاسة في pains وكلام من ده ثانيا الcontractions هي ممكن من الcontraction ما تحسش بالحركة يعني في الكونتراكشن تخليها ما تحسش بالحركه فبالتالي there is no point of asking about the fetal movement during intrapartum او during labor في الفيرست والسكند ستيج اوف labor طب اخبار النان ستريس تيست ايه هو بيقيس ايه in relation to ايه الموفمنت يعني الهارت in relation to the movement يبقى ممكن اعمله ده during intrapartum لا برده ما فيش موفمنت نفس القصه فقصه الموفمنت مش هتنفع طب البايوفيزيكال بروفايل ايه رايكم ممكن اعمل الترا ساوند اشوف الموفمنت وكده ممكن ولا لا ايه رايك يا دكاتره انا بشوف ايه ما انا لازم ابقى عارفه بشوف ايه بشوف التون بشوف بريزنج موفمنت وبشوف ال ال العمال فلود اندكس وبشوف الليم موفمنت الحاجات دي انا بعملها في البايفيسكيت بروفايل ممكن اعملها والست انترا بارتم يعني جالها ليبر بينز وهي في فيرست ستيج اوف ليبر ولا مش ممكن مين بيقول ممكن إيه طب ايه اللي يمنع يبقى طب مين بيقول مش ممكن ليه مش ممكن هي بترابشر ممبرز في الفيرست ستيج اوف ليبر
يعني مش دايما. طب لو واحده مش رابشر ميمبرنز اعمل لها ولا ما اعملهاش؟ ايوه ينفع يتعمل طبعا، هو ينفع يتعمل، بس الحاجات دي انت هتقعد تعملها ايه؟ انت محتاج نص ساعه عشان تعمل بايوفيزيكال بروفايل، تحتاج نص ساعه. والانترا بارتم اسسمنت اوف فيتال ويل بينج، يعني انت محتاج هنا تعمل انترا بارتم اسسمنت اوف فيتال ويل بينج كل قد ايه، يعني تعرف ان البيبي ده كويس كل قد ايه، كل ساعه مثلا كويس. ولو هي رابتشر ميمبرنز لا ده مور فريكوينت كل نص ساعه كويس، وده في الفيرست ستيج. طب في السكند ستيج؟ لا في السكند ستيج ده كل ربع ساعه محتاجه اساس ذا فيتال ويل بينج. يبقى فيزيبل ان انا اعمل البايوفيزيكال بروفايل؟ لا اتس نوت فيزيبل. هو ممكن ان هو والست داخله لك ابان ادميشن تعملها بايوفيزيكال بروفايل ماشي، بس هو اتس نوت فيزيبل ان انا اساس الانترا بارتم اسسمنت دي بقى بالبايوفيزيكال بروفايل، لان الانترا بارتم اسسمنت عايز كونتينوس اسسمنت، كونتينوس اسسمنت يعني كل ساعه تسمع البيبي، فما ينفعش انك انت تعملها بايوفيزيكال بروفايل كل ساعه، هو اساسا بياخد نص ساعه، ولا تعمله كل نص ساعه هتفضل انت والست قاعدين على الجهاز، فمش هينفع. فبالتالي اتس نوت فيزيبل، فعشان كده البايوفيزيكال بروفايل از نوت فيزيبل. دوبلر ممكن برضو اعمله يعني، بس بيديني سنجل ديسيجن، سنجل ديسيجن. طب امال ايه الحاجه اللي ممكن تبقى كونتينوس مونيتورنج؟ بالظبط السي تي جي، عشان كده بقول السي تي جي، لان هو كونتينوس مونيتورنج، كونتينوس مونيتورنج على الست على طول على جهاز السي تي جي اللي هو الجهاز اللي احنا شفناه ده اللي قلنا 2 بروبز وواحد بروب فوق وواحد بروب تحت. البروب اللي هو بيقيس لي الكونتراكشن، والبروب الثاني اللي هو بيقيس الفيتال هارت، ونشوف اذا كان عندنا ديسيليريشن او اكسليريشن او ايه. ده بيقيس لي الكونتراكشنز، هتلاقي ان هو في كونتراكشن كويس، وان ريليشن تو ذا كونتراكشن اشوف الفيتال هارت ساوندز اخبارهم، لان المفروض مع الكونتراكشن يبقى يعني حصل كونتراكشن. ايوه الكونتراكشن دي عملت ايه؟ الكونتراكشن الباسلز وتكمبريس البلاسنتا وتقلل الغذاء اللي رايح للبيبي وتقلل الاكسجين اللي رايح للبيبي وتقلل النيوتريشن. طيب ان رياكشن تو كده البيبي المفروض يعمل ايه؟ ياكسلريت يزود الهارت بتاعه ولا يديسلريت؟ يديسلريت نورمالي، لانه هيقلل الريكويرمنت بتاعته، لان هو البيبي ده ذكي، فبالتالي طالما قل الغذاء اللي رايح له هيقلل هو كمان الريكويرمنت بتاعته خلاص. لكن لما كان في موفمنت هو الطبيعي ان هو بيأكسلريت، هو بيجري وفي اكسلريشن بتحصل، ده رياكشن الطبيعي. لكن لما يبتدي الغذاء اللي رايح له يقل على طول هو يروح مقلل الريكويرمنت بتاعته، فيحصل له شويه فيتال براديكارد، يحصل فيتال براديكارد. ايوه فيتال براديكارد دي بتحصل امتى؟ او ديسيليريشن، نقول عليها ديسيليريشن. ديسيليريشن يعني نزل الفيتال، مش اكسليريشن، ده ديسيليريشن، نزل شويه الفيتال هارت. نزل شويه الفيتال هارت امتى؟ وقت الكونتراكشن ولا قبل الكونتراكشن ولا بعد الكونتراكشن ولا مالهاش علاقه بالكونتراكشن؟ يعني ديسيليريشنز الاكسبتبل اللي انا بص عليها على السي تي جي دي تبقى امتى؟ مع الكونتراكشن. هو جاله كونتراكشن ايميديتلي حصل الديسيليريشن، خلصت الكونتراكشن ايميديتلي اول ما تخلص الكونتراكشن يروح راجع تاني الفيتال هارت بتاعه، يروح راجع تاني على طول الفيتال هارت. طب امال امتى اقول ان البيبي ده لا فيه مشكله؟ لو الكونتراكشنز خلصت، لو الكونتراكشن دي لقيتها خلصت لكن لقيت البيبي لسه تعبان، it didn't recover، the baby didn't recover، الديسيليريشن دي لسه موجوده. لو كانت late deceleration، later يعني حصلت خلصت خلاص الكونتراكشن، الكونتراكشن خلصت وبقت ريلاكس والبرفيوجن زي الفل وكويسه والبيبي didn't immediately recover، لان عشان يقول لك عشان تعرف ان البيبي ده كويس لازم immediate recovery of the deceleration يحصل. لكن لو حصل delay في الريكفري بتاع الديسيليريشن ده او late deceleration، ده معناه ان البيبي ده ايه؟ في حاجه، في element of distress، في element of fetal distress، whatever بقى cause of fetal distress هنا ايه؟ maternal cause ولا fetal cause ولا ايه؟ بس انا عندي البيبي ده مش reactive، يعني نتيجه لماternal cause PIH placental chronically insufficient whatever، بس البيبي ده مش reactive، البيبي ده مش كويس، البيبي ده مش responding للcontraction. انا الacceptable عندي انه يبقى فيه early deceleration، ده طبيعي. early deceleration هو deceleration بتحصل مع contraction و return back immediately after the end of the contraction. لكن ان هو يبقى عندي ديسيليريشن لسه موجوده بالرغم ان الكونتراكشن خلصت اللي هي يعني ليت ديسيليريشن، ده اتس نوت اكسبتد، اتس نوت اكسبتد. على طول اقول ان البيبي ده فيه مشكله. يبقى انا لما بحط السي تي جي ده عشان اعرف اعمل له انتربريتيشن، لو لقيت ان هو مع الكونتراكشن في ايرلي ديسيليريشن، لا البيبي ده كويس مفيش مشكله، ده عادي، ده رياكشن طبيعي. طب لو لقيت ان هو لا مع الكونتراكشن دي بتبتدي يحصل ديسيليريشن ليتر اون وما بتدين ريتيرن باك تو نورمال مع الاند اوف ذا كونتراكشن، يبقى انا على طول هنا عندي حاجه اسمها فيتال ديستريس، بالذات لو مع كل كونتراكشنيه لقيت الليت ديسيليريشن دي بتحصل اللي هي بنسميها بيرسيستنت ليت ديسيليريشن، يعني بيرسيستنت ويز ايتش كونتراكشن لسه الليت ديسيليريشن دي مش مره وراحت لحالها، لا
ده هو على طول ده في عندي persistent late deceleration. فهنا لما بحط السي تي جي ده عشان اعرف اعمل انتربريتيشن، اولا الفيتر هارت اللي هو البيز لاين بتاع البيبي اخباره ايه، هو نورمالي البيز لاين فيتر هارت اخباره ايه، من 110 او 120 لحد 160. لو اقل من 100 ده فيتر براديكارديا ومش حاجه حلوه الفيتر براديكارديا، ولو اكتر من 160 دي فيتر تاكيكارديا وبرده مش حاجه حلوه الفيتر تاكيكارديا. فهو النورمال ان هو يبقى الفيتر هارت ساوند بتاعنا من 110 لحد 160، والفيتر هارت ساوند بتاعنا يبقى كاترة بيبقى كده. يعني ايه كده؟ يعني ما بيبقاش بالمنظر ده. ايه ما هو المنظر ده ما يتلمش ميت. انا لو عندي مثبته على 120 وفلات لاين، لا لازم يبقى في حاجه اسمها بيت تو بيت فاريابيلتي، لازم يبقى في فاريابيلتي في الفيتال هارت، بس على طول الرينج اوف فاريابيلتي ده يبقى من 10 ل 15 بيتس الفاريابيلتي. يعني مثلا هو البيز لاين بتاعه 120، ممكن يبقى 120 125 115 120 125 100. يعني هو ده الرينج بتاع الفاريابيلتي الاكسبتبل فاريابيلتي، خلاص. فهو الطبيعي ان يبقى عندي بيت تو بيت فاريابيلتي، يعني فروم بيت تو بيت ذير از فاريابيلتي بس اوف ماكسيمم اوف 10 تو 15 بيتس، لكن مش اكتر من كده. ما بقاش الاقي ان البيبي 120 150 100 يعني مش بالمنظر ده الفاريابيلتي. الفاريابيلتي بقى اكسبتبل من 10 ل 15 بيتس، بس لازم يبقى فيه بيت تو بيت فاريابيلتي. فبتلاقي في الاخر اللاين اللي انت بترسمه بيبقى عامل بالمنظر ده. لو في لوس اوف بيت تو بيت فاريابيلتي، لو لقيته ستريت لاين كده، ده بيانديكيت فيتال اسيدوزس. فيتال اسيدوزس ده يعني فيتال ديستريس ولا مش ديستريس؟ ده سيفير، ده وحش من الديستريس. ديستريس لدرجه افكتنج الميتابوليزم، يعني ديستريس وديكريز اوكسجينيشن لدرجه ان حصل لي ميتابوليك اسيدوزس عند البيبي. فده اوحش حاجه ان هو البيبي يجي لك لوس اوف بيت تو بيت فاريابيلتي. اوكي، يعني انت لو طنشت على البيبي وما خدتش بالك من الديسيليريشن دي، الليت ديسيليريشن، وبعدين بقت بيرسيستنت ليت ديسيليريشن، انت ممكن في الاخر توصل للوس اوف بيت تو بيت فاريابيلتي لما يوصل البيبي ده يبقى عنده اسيدوزس. واضح الانتربريتيشن؟ الانتربريتيشن بتاع سي تي جي اكستريملي امبورتنت. اصل انت بتعمله ليه لو مش هتعرف تعمله انتربريتيشن؟ ما تعملوش. فانت بتعمله عشان انت عارف، انت مستني تبص، مستني تشوف ان يبقى عندك ايرلي ديسيليريشن، ده طبيعي. مستني تشوف ان يبقى في اكسلريشنز عندك، ماشي، عشان البيبي ممكن يكون بيتحرك وحصل شويه اكسلريشن، ما يجراش حاجه، عادي انك انت تشوف في السي تي جي شويه اكسلريشنز، عادي، لان البيبي ممكن يكون بيتحرك بس الام معهاش بقى البطن وانت ما بتديهاش حاجه انها تقيس حركه البيبي، لان مش هو ده اللي انت بتقيسه دلوقتي في السي تي جي. انت عايز تشوف اذا كان عندك في ديسيليريشن، وانهي نوع من الديسيليريشن، انهي اللي يقلقني، اوحش نوع ديسيليريشن يقلقني البيرسيستنت فاريبل ولا ايه؟ بيرسيستنت ليت ديسيليريشن. ما ينفعش تقولي بيرسيستنت بس، افرض بيرسيستنت فاريبل، افرض بيرسيستنت ايرلي، ما هو عادي انه يبقى في بيرسيستنت ايرلي ديسيليريشن على فكره، مش كده ولا ايه؟ فالبيرسيستنت ليت ديسيليريشن اللي يقلقني ليت ديسيليريشن، وبالذات لو كانت بيرسيستنت ليت ديسيليريشن. اوكي، فهو دي اكتر حاجه تقلقني. وطبعا لو لاست ابيت تو بيت فاريبلتي، الانتربريتيشن بتاعت الايرلي ديسيليريشن ان هو طبيعي بيحصل الهيد كومبريشن او كده، فطبيعي ان هو يحصل ايرلي ديسيليريشن، ده نورمال. في حاجه اسمها فاريبل ديسيليريشن اللي هو اتس نوت ريليتد تو كونتراكشن. تلاقي انه حصل ديسيليريشن هنا، تيجي تبص تحتيها ما كانش في كونتراكشن، طب الديسيليريشن دي حصلت ليه؟ تلاقي انه حصل ديسيليريشن من غير اي كونتراكشن، ملهاش تفسير بالنسبه لك هذه الديسيليريشن. ممكن يبقى كورد كومبريشن، نقلق لو كان كورد برولابس. فعلى طول تفحص العيانه، لو لقيت ان فيها كورد برولابس طبعا بتمانج الكورد برولابس. لو ما لقيتش ان هي فيها كورد برولابس وكان فيها فاريبل ديسيليريشن، ممكن تبقى بوزيشنال، غير بس البوزيشن بتاع الام عشان ما يكونش فيه كومبريشن للكورد مع البوزيشن ده، لكن ات از نوت ا كورد برزنتيشن او كورد برولابس. يعني بس بتعمل اكزامينشن عشان تطمن ان هو انت ما عندكش كورد برزنتيشن او كورد برولابس، فعشان كده بتروح مغير البوزيشن بتاع العيان. لما غير البوزيشن بتاع العيانه، الفاريبل ديسيليريشن دي هيحصل لها ايه؟ هتروح، لانه خلاص. طب افرض انك انت غيرت البوزيشن بتاع العينه والفاريبل ديسيليريشن دي لسه موجوده، بيرسيستنت فاريبل ديسيليريشن، ايه رايكم يبقى ايه ده؟ يبقى ايه الانتربريتيشن بتاعه هيبقى ايه؟ يعني البيرسيستنت فاريبل ديسيليريشن دي، ده انت فحصت العينه وما حسيتش بكورد موجود. هو احنا قلنا ايه سبب الفاريبل ديسيليريشن؟ كورد كومبريشن. كورد كومبريشن تقلق لو هو كورد برولابس او كورد برزنتيشن. رحت انا جيت اكزامن ما لقيتش هذا الكورد، اي ديدنت فيل ذا كورد، لان انت كورد برزنتيشن كورد برولابس لازم تو فيل ذا كورد عشان تقول ده في كورد برزنتيشن او كورد برولابس، مش كده ولا ايه؟ افرض انت يو ديدنت فيل ذا كورد، يعني هيبقى في كومبريشن بس انت اللي ما قدرتش انك انت تحسه، خلاص. فيعني variable deceleration بنغير البوزيشن بتاع العينه. لو persistent variable deceleration لازم تبقى بالنسبه لك alerting sign برضو ان هو لا ده في حاجه غريبه موجود. اوكي،
ده بس عشان نبقى احنا نعرف نعمل انتربريتيشن. يعني الايرلي ديسيليريشن ده طبيعي كويس، الفاريبل ديسيليريشن دي غالبا فيها كورد كومبريشن، غير بس اطمن انه ما فيش كورد برولابس وغير بوزيشن بتاع العين. لو فضلت لسه موجوده لا يبقى لازم ده برده انك انت تاخد اكشن او تري ايفالويت يور سيلف. الليد ديسيليريشن ده فيه ديستريس، بالذات البيرسيستنت ليد ديسيليريشن ده انت لازم تاخد اكشن. اللاس اوف بي تو بي فاريبيليتي انت لازم ايميديتلي برده تاخد اكشن. واضح السي تي جي انتربريتيشن؟ لا مش موجود السنه دي، لسه موجوده. هي نفسها، هي نفسها بس بيبقى مش فلات لاين كده زي سوتوس ابييرنس، بيبقى اللاس البيت تو بيت فاريبيليتي موجوده بس اقل من 5 بيت بير مينت، وبتبقى اكتر مع الفيتال انيميا، وبرده ده اومنيا ساين يعني من الحاجات الوحشه. هي لسه موجوده السنه دي. في سؤال يا جماعه بالنسبه للسي تي جي انتربريتيشن؟ مش هو السؤال كان ايه معلش؟ ان اللي هو ساينوسويدال ريزم، ايه هو ساينوسويدال ريزم؟ فساينوسويدال ريزم بيبقى البيت تو بيت فاريابيليتي موجوده بس اقل من 5 بيتس بير مينت، فدي برده اتس نوت اكسبتبل، لازم تبقى من 5 لحد 10 او 15 بيتس بير مينت فاريابيليتي. اخر حاجه يعني طبعا لو في ميكونيوم ستيند لايكر، يعني اللايكر ده وانت بتعمل رابتشر اوف ميمبرنز لقيت اللايكر مش كلير، هو النورمال اللايكر يبقى كلير. لو لقيته مخضر مصفر في اي لون تاني ده معناها ان هو في باسج اوف ميكونيوم، لان هو الميكونيوم بتاع البيبي هو ده اللي ممكن يستين اللايكر، فده معناه انه حصل ريلاكسيشن للانر سفنكتر والبيبي جوه. ايه اللي يعمل ريلاكسيشن للانر سفنكتر والبيبي جوه؟ المفروض البيبي يحصل ريلاكسيشن للانر سفنكتر جوه لو في اسيدوزس، لو في ميتابوليك ديس فانكشن، فده بيانديكيت انه في اليمنت اوف فيتال ديستريس لو هو باسج اوف ميكونيوم. ده بيبقى اومنيس لو هو كيفاليك ولا بريتش بريزنتيشن. ليه؟ مين البريتش عادي لان هو نازل بيكون احنا اللي بنكمبر، او يعني البلفس بيكمبرس هذا الباتوكس والبتاع، فممكن هذه الكمبريشن تخلي ان هو يريلاكس ويديفيكيت جوه، فالبريتش عادي ممكن ان هو يبقى فيه ميكونيوم باسج اوف ميكونيوم، لكن الكيفاليك مش ممكن يباس ميكونيوم الا لو كان في اليمنت اوف فيتر ديستريس واسيدوز. فلو لقيت ميكونيوم ان كيفاليك بريزنتيشن هو ده الاومنيوس ساين، لكن ان بريتش بريزنتيشن لا ما فيش مشكله عادي، ما هو في البريتش بريزنتيشن ممكن قوي ان هو يحصل كومبريشن ويباس ستور. انا هعرف ازاي ان الدنيا بتاعتي اتغيرت؟ لو عملتي رابتشر ميمبرنز، ما كنا لسه بنقول لو انت بتعملي يعني از بارت اوف البروسيس اوف ليبر انك انت رحتي عامله رابتشر ميمبرنز. ساعات برضو لما بلاقي ان هو انا عندي فيتال بريديكارديا او فيتال تاكيكارديا وانا مش لاقيه لها سبب، فاروح عامله رابتشر ميمبرنز اشوف اللايكر فعلا متغير ولا لا عشان الاقي سبب. بعرف بقى ان البيبي ده ديستريس. سبب الديستريس ايه؟ ممكن ما اوصلش لسبب الديستريس، بس على الاقل انت بتعالجي السيتويشن ان البيبي ده ديستريس، وبعد كده نشوف. ممكن تلاقوا في الاخر ان البيبي لما اتولد ده كان فيه شورت كورد، ده كان فيه لوبس اوف كورد اراوند ذا نيك وما بانتش بالالترا ساوند، ده كان فيه ترو نوت اوف ذا كورد ما بانتش بالالترا ساوند. يعني ممكن سبب يبان لك ليتر اون، بس انت لازم لما تلاقي البيبي ده ديستريس انك انت يعني تنقذ هذا البيبي اللي هو ديستريس، وبعدين نبقى نشوف بقى السبب. مش كده ولا ايه؟ تلاقي واحد ما مش عارف ايه في الشارع تعمله سي بي ار، وبعد كده نشوف بقى هو ايه مشكلته، بياخد دواء ولا لا، اخباره ايه، يعني مش كده ولا ايه؟ فهنا الميكونيوم طبعا لازم مع الرابتشر اوف ميمبرنز، مش ممكن اعرف ان هو ميكونيوم وهو من غير رابتشر ميمبرنز. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن اسسبكت، مش هعرف طبعا بس اسسبكت ان هو ميكونيوم. يعني هو دلوقتي الميكونيوم ده موجود فين؟ في الامنيوتيك فلويد. هو الامنيوتيك فلويد بيبان لونه ايه؟ بالجاد بلاك. طب لو هو لو جاد بلاك اسود، لو لقيت فيه بارتكلز او ان هو توربت شويه او كده، ممكن يبقى عشان الفيرنكس كازيوز ان هو بقى ماتيور فعشان كده فيه فيرنكس بارتكلز، او ان هو يبقى ميكونيوم. طبعا مور كومن ان هو يبقى ايه؟ الفيرنكس، لان ده فيزيولوجيكال. واتس فيزيولوجيكال از مور كومن، لكن لو انت لقيته ان هو كده توربت وبتاع والبيبي ده اساسا بريماتيور، ده ايه اللي هيجيب فيرنكس هنا؟ هو اللي ممكن تسسبكت يعني. لكن طبعا الكونفرميشن انك انت تعمل رابتشر ميمبرز وتشوف لون الميه اللي نازل. اخر حاجه يا دكاتره اللي هو نشوف بقى فعلا الفيتال اسيدوزس، يعني احنا بنقول ايه ان هو هيبقى ديستريس لدرجه ان ممكن هذا الديستريس يؤدي الى فيتال اسيدوزس وافكشن الميتابوليزم يبقى عنده فيتال اسيدوزس. هو نورمال فيتال بي اتش، البلاد بي اتش بتاع البيبي بيبقى من 7.25 ل 7.35. لو هو اقل من 7.25 ده اسيدوزس خلاص. فلو اقل كمان من 7.2 يعني لو كان 7.22 ده اقل من 7.25 ولا اكتر؟ مش كده برضو يبقى اقل. فيعني من 7.2 لحد 7.25 ده اقل من النورمال، لكن بنقول عليه مايلد اسيدوز. لو وصل لحد اقل من 7.2 يعني لقيته 7.1 7.15، لا ده قليل قوي او ده سيفير اسيدوز. ازاي هقدر اشوف الفيتال سكال بي اتش؟
كويس. يعني هتجيبوه ازاي؟ زي الاميوسنتيسيس من البطن العيانه؟ لا ازاي؟ فاجاين في في. طب السيرفيس كده يعني ايه البري ريكويزيتس بقى؟ لازم يكون دايليتد. طب والممبرينز؟ لازم تكون رابتشرد. والبيبي لازم يبقى كفالك، كفالك فيرتكس مش كفالك فيس، مش كده ولا ايه؟ يعني في بري ريكويزيتس كده بديهيه انها لازم تبقى موجوده، مش لازم نكتبها لكم، لكن انتوا لازم تبقوا عارفينها. صح ولا يعني دي بديهيه؟ يعني عمر ما حد هيسالكم في كده، يعني ما اكيد انتوا عارفينها. فلازم يبقى هذا المنظر اللي انت تشوفه لما تقعد العيانه في اللايفاتومي بوزيشن. هتقعد العيانه في اللايفاتومي بوزيشن، هتحط طبعا كاسكو سباكولم عشان انت تشوف السيرفكس. ف وانس تو فيجوالايز السيرفكس امسكوا فورسيلا. لا ليه؟ هتشوف فوبعدين خلي بالكوا ده باري فاسكولر، وتمسكوا ليه؟ انت مش عايز تعمل اي مانيبيليشن جوه اليوترس، انت مش عايز تعمل. احنا بنمسك السيرفكس لو كنا عايزين نمانيبيليت انسايد اليوترس عشان نثبت اليوترس، انا مش هعمل حاجه جوه اليوترس. انا كل اللي انا عايزاه الكارت اللي انا شايفاها اللي هو الهيد كويس، اللي هي لابسه على السيرفكس، والسيرفكس هنا لسه مش فولي دايليتد بس الهيد موجوده. طب بعمل الفيتر سكال بي اتش امتى؟ يعني كل البيشنتس هعمل لهم فيتر سكال بي اتش امتى؟ اعمل فيتر سكال بي اتش طبعا لو الحاجات، لان دي انترفنشن فلو حاجه من دول طلعت ابنورمال وانا مش فاهمه السبب وكده، فساعتها اللي ممكن تعمل فيتر سكال بي اتش عشان تتاكد اذا كان فعلا فيتر البيبي ده فعلا اسيداتك ولا لا. فلو هو اسيداتك لا، يبقى لازم انك انت تعمل ايميديت ترمينيشن. فبتروح حاطط هذا المنظر وتاليمينيت، وبعدين تروح حاطط كحول ولا حاجه استرلايز يعني، ومشروع حاجه بسيطه كده تاخد دروب اوف بلاد وتروح حاططها على الكيت. هي الكيت بتيجي كلها على بعضها استرايل كيت بتاعه الفيتال سكالبي اتش دي اهي. يعني اهو منظر راس البيبي، هتشيف شويه شعر عشان توصل للسكالب يعني، وبعدين تروح عامل بالمشرط وجايب وجاي زي اكن كفال تشفط دروب اوف بلاد، والدروب اوف بلاد تروح حاططها على بيبقى في حاجه كده تقول لك ساعتها تقرا لك البي اتش اخباره ايه، او تعرف اذا كان هو عنده اسيدوزس ولا لا. اوكي. طب ايه مشكله البتاعه دي؟ ليها مشاكل ولا لا؟ انجري يعني مش هيحصل له يعني فراكتشر طبعا، بس يعني هو فعلا انفكشن، هو اكتر حاجه انك انت بتقلق منها الانفكشن، وهو حاجه ده انترفنشن، فعشان كده مش بنعمله غير لو كان فعلا انت عندك يعني واضح ان في اليمنت اوف ديستريس ومش عارف اذا والريسك فور سيزارين سكشن عالي، فبالتالي انت عايز الريسك ده يبقى جاستيفايد انك انت تعمله، فبالتالي بتروح عامل فيتر سكال بي اتش. مش موجود في مصر بس يعني لازم تبقوا عارفين ان هو في حاجه اسمها فيتر سكال بي اتش. اوكي. مثلا بين البيبي ممكن اعمل ايه؟ لا مش بتستيميليتي حاجه، مش بتستيميليتي حاجه. هو على فكره ده حتى البيبي لما بيعملوا له سيركمسيجن بيدوا له انستيزيا لما بيتولد؟ لا ما بيدولوش حاجه يعني، فما فيش مشكله. فده بالنسبه لل فيتر سكالبي اتش، ده بنعمله انترا بارتم يا دكاتره. ده وان اوف ذا ماسز فور انترا بارتم فيتال اسسمنت ولا انتي بارتم؟ ولا ممكن نعمله انتي بارتم؟ انترا بارتم. انترا بارتم طبعا، يعني ازاي انتي بارتم؟ يعني اذا كان السيرفكس كلوزد يعني، مش كده ولا ايه؟ واحنا اول حاجه لازم السيرفكس يبقى اوبن او دايليتد عشان اعرف ان انا اعمله. فاكشلي دي بس في الانترا بارتم اساسا فيتال ريبي. لا لان بجد في الاورال والله الواحد بيشوف حاجات غريبه جدا، اللي هو طيب ايه الميثود بس اسمها فيتال ريبي؟ تلاقي الناس بتسرد. ايوه مين فيهم بقى انترا بارتم ولا انتي بارتم؟ اللي هو يعني كله ينفع في كله. ايوه يعني تعملها فيتر سكال بي اتش وانتي بارتم عشان اشوف الاسيدوزس. فلو تلاقي يعني في ايه يا جماعه، احنا الكلام اللي في الكتاب ده مش بيمر على المخ الاول قبل ما بيمر على بقنا يعني، مش كده ولا ايه؟ فنفكر بس في اللي احنا بنقوله اذا كان فيزبل واكسبتبل وينفع ولوجيك ولا ما ينفعش. فده بالنسبه لي. طب عرفت ان البيبي عنده اسيدوزس او البيبي عنده ديستريس، اعمل ايه؟ يعني هي الست بتولد ولا ما بتولدش؟ بتولد. احنا انترا بارت ما اساسا بتبقى فيتر ريبي. طيب يعني اعمل ايه؟ اخدها بقى على العمليات على طول ولا تعمل ايه؟ ايوه حسب دول بتولد المفروض طبيعي. اخدها على العمليات واعمل لها قيصريه ولا ايه؟
يعني ايه في حاجات تحبوا تعملوها قبل ما تاخدوا الست على العمليات؟ ايه ايوه مش كده ولا ايه؟ يعني لو هي مثلا انتم مشغلين لها اوكسيتوسن توقف اول حاجه توقف الاوكسيتوسن طبعا مش كده ولا ايه؟ انت لو ايه ملناش دعوه بالاسيدوز احنا بنتكلم على الاقل توقفيه الاستريس زي اللي فوق لان دي اساسا مش عندنا ومش بنعملها. يعني لقيت عندك ايه ليت ديسيليريشن لقيت البيبي فيه ليت ديسيليريشن تعمل ايه؟ تستنى لما تشوفها مثلا بيرسيستنت ليت ولا تعمل ايه؟ لا احنا بناخد حاجات الاول لو في اوكسيتوسن اوقف الاوكسيتوسن عشان ما يبقاش فيه مور كونتراكشن ومور ديكريز للبرفيوجن بلاسنتا برفيوجن اعمل لها ريهايدريشن بسرعه اعلق لها فلويد فاضي هنقول لها بنقول للحكيمه هاتي محلول فاضي بسرعه فاضي يعني ما عليهوش اديتيف ما عليهوش اوكسيتوسن مش فاضي يعني العلبه فاضي يعني ما عليهوش اديتيف ماشي يعني محلول فاضي سريع محلول فاضي سريع يعني محلول ويبقى ما عليهوش اي اديتيف ويتحط بسرعه عشان يعمل لها ريهايدريشن اوكي فانت بتستوب الاوكسيتوسن لو انت كنت مشغل اوكسيتوسن وتشغل مكانه فلويد فور ريهايدريشن وتدي لها ماسك اوكسجين عشان يزود الاكسجينيشن في الام فبالتالي يزود البلاسنتال اوكسجينيشن والاكسجين اللي رايح للبيبي وتقعدها على اللفت لاترال بوزيشن بدل الريكامبنت بوزيشن اللي احنا كلنا مقعدين العيانين عليهم اسمه 10 ليه ماله ريكامبنت بوزيشن ماله لما تبقى قاعده على ظهرها بالظبط كده هي ضغط على الفينا كيفا ممكن يعملها كيفر كومبريشن وبعدين بيقلل الاكسجين واللي رايح للبيبي فانت بتنقلها بس على جنبها عشان ما يبقاش فيه كومبريشن فبالتالي يبقى البلاسنتا البرفيوجن احسن فاللي احنا بنعمله ان هو الاول بتستوب اي اوكسيتوسن وتعمل ريهايدريشن بسرعه تدي لها ماسك اوكسجين وتروح منيمها على جنبها ف ده بنشوفوه ليتري هتشوفوه في اي مكان فيه ولاده زي في اسم 10 عندنا او كده تلاقي اول ما بنلاقي كلنا يعني دكاتره حكيمات عمال وكده اول ما يلاقوا ان في فيتال ديستريس على طول يسمعوا البيبي براديكارديك البيبي بيبقى ماشي تك 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 وبعدين تك 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 تلاقوا على طول الحكيمه جرت بسرعه توقف الاكسيتوسين تعلق محلول فاضي سريع العميله جري بتجيب اسطوانه الاكسجين تروح حطها على البتاع وانت برده تجري على العيان عشان انت ممكن تقلبها على جنبها بس يعني ممكن العامله او الحكيمه يقلبوها على جنبها انت هتعمل ايه يا دكتور ها ده هتجري عشان هما بيجروا ايوه تعمل ايه يعني كل واحد بيجري يعمل حاجه بي في ليه لا مش تعقم تعقم كده وعمياني يقولوا لي خد العيانه دي روح اعمل بقى يعني ليه افرض كانت فولي دايليتد خلاص خدها وليتها يعني مش كده افرض ان هو لقيت كورد برولابس فاهم عشان تعرف هو ايه السبب عشان تعرف هو ايه اللي خلى يحصل عندك الديسيليريشن ده فممكن يبقى كورد برولابس ممكن تبقى البيبي فولي دايليتد فعشان كده ابتدى يبقى فيه براديكارديا فانقليها انقلها كشك بقى على طول وولدها يعني عشان تعرف ايه السبب لان ولا العامله ولا الحكيمه هتعمل لها بي في اكزامينشن انت اللي هتعمل لها بي في اكزامينشن فبالتالي عشان تشوف هو ايه السبب اللي خلى يحصل كده فانت تروح تعملها بي في اكزامينشن لو لقيتها ان هي فولي دايليتد يبقى ساعتها اعمل ايه اولدها اسرع ازاي فورسبس فانتوز ينفع لا ما ينفعش ده بياخد 9 ساعات عشان يشتغل كل بيبي مات فانت لو هتولدها انسترومنتال يبقى فورسبس لكن مش فانتوز طب افرض كانت بريتش اكستراكشن لو هي مالتي لو هي برايمي ممكن انك انت تعمل لها سيزاريان سكشن طبعا لو كان السيرفكس مش فولي دايليتد اصلا يبقى سيزاريان على طول بالظبط كده فانت بتعملها بي في عشان تشوف طبعا ممكن الرياكشن تو الحاجات دي يريتيرن باك تو نورمال يعني انت عملنا اكسجين ومش عارف وقلبناها على جنبها وعملنا ريهايدريشن وستوبت اوكسيتوسن وانت فحصت ولا في كورد برولابس وهي لسه مش فولي دايليتد لكن لقيته ان البيبي رجع الهارت ريت تاني بتاعه باك تو نورمال اعمل ايه خلاص استنى بس ما شغلتش بقى اوكسيتوسين تاني استنى عليها وكلوز اوبزرفيشن ليها وطالما ان هي الليبر از بروجريسنج وعندها افيشنت تراين كونتراكشن يبقى استنى عليها انها تبروجريس لو حصل لها اي اليمنت اوف ديستريس تاني ونوت ريسبوندنج للميجرز اللي احنا عملناها يبقى ده ساعتها وهي مش فولي دايليتد يبقى ساعتها تدخلها للسيزارين واضح يا دكاتره ايه اللي احنا بنعمله في الاسسمنت يعني نعمل ايه هو اللي بنعمله في الاسسمنت وكمان الاكشن بتاعنا تورز اللي احنا عملناه الانتربريتيشن والاكشن اللي احنا عملناه تاني موضوع هناخده اللي هو السمول واللارج فور جيستيشنال ايج يعني ايه سمول فور جيستيشنال ايج بيبي اقل من الحجم اللي المفروض يبقى عليه this gestational age يعني احنا عارفين مثلا ان البيبي عند 32 اسبوع المفروض ان هو يبقى 2 كيلو خلاص
لقينا ان احنا بنعمل بناخد ميجرمنت، انت بتاخد ميجرمنت، بتاخد بيسيك البروفايل فيمر لانس ابدومينال سيركمفرنس، وبعدين في ايكويشنز بتبقى بروجرامد فيها كل الالترا ساوند ماشينز. انت وانس ان خدت هذه الميجرمنت هو على طول يطلع لك حاجه اسمها استيميتد فيتال ويت. فبيطلع لك الاستيميتد فيتال ويت، لقيت ان الاستيميتد فيتال ويت ده وزن الرينج الاكسبتبل، لان كل الالترا ساوند ماشينز برده بروجرامد بجروس كيرف بتاعه البيبي، اللي هو لو انت بتعمل بيبي 20 اسبوع الجروس كيرف بتاعه كذا، 28 اسبوع جروس كيرف بتاعه كده، 32 جروس كيرف بتاعه كده، يعني في ريفرنس جروس كيرف موجود. فانت بتاخد الميجرمنتس وبعدين في الاخر بيروح طالع لك ان هو الجروس كيرف بتاع البيبي ده. يقول لك ان بيرسم لك الجراس كيرف بتاع البيبي، ومش بس بيرسم لك لاين على فكره، بيقول لك افريج. افريج ان هو يبقى ايه؟ يعني اكسبتبل ان هو يبقى فيه رينج اوف فاريابيليتي، من اول ان هو ال 10 بيرسنتايل يبقى يعني 10% ديفرنس لحد يعني سوري او 10 بيرسنتايل لحد ال 90 بيرسنتايل. لو لقيت ان هو اكتر الجراس كيرف بتاع البيبي اللي انت بتقيس له بتعمل له ميجرمنتس ده وقع هنا، يبقى اخباره ايه؟ كويس ولا وحش؟ نورمال. ده اسمه افريج فور جيستيشنال ايج، افريج فور ده نورمال. طالما ان هو وقع ان بتوين التو لاينز بتاع ال 10 و 90 بيرسنتايل يبقى ده افريج فور جيستيشنال ايج او نورمال جيستيشنال ايج بتاعه. يبقى نورمال نورمال جراس كيرف ان ريليشن تو جيستيشنال ايج اللي فيها البيبي ده. لو لقيت ان هو الكيرف بتاع البيبي هنا ده سمول، لانه اقل من ال 10 بيرسنتايل، فده اسمه سمول فور جيستيشنال ايج. لو لقيت الكيرف هنا لارج، لان هو اكتر من ال 90 بيرسنتايل. فانت بتاخد الميجرمنت بتاعتك بالالترا ساوند ماشين، وبعدين بعد كده تروح دايس ان الاستيميتد فيتال ويت، دايس تاني تقول له عايز الجراس كيرف بتاعه. بيطلع لك الجراس كيرف مش لوحده كده، بيطلع لك الجراس كيرف ان ريليشن تو ذا نورمال جراس كيرفز في ان ذيس فيري بارتيكولر جيستيشنال ايج اللي انت بتعمل فيها البتاع. لو هو مثلا 28 اسبوع هيطلع لك جراس كيرف بتاعت ال 28 اسبوع، وتعرف اذا كان هو اقل من 10 بيرسنتايل ولا اكتر من 90 بيرسنتايل ولا افريج ونازل وسط التو كيرفز اللي هم الاكسبتبل كيرفز. فده امتى بنقول على البيبي ده سمول فور جيستيشنال ايج؟ لو طلع اقل من 10 بيرسنتايل فور this particular gestational age، وامتى بنقول عليه large for gestational age؟ لو هو طلع ان هو اكتر من ال 90 percentile for this very particular gestational age اللي انا بقيس فيه او انا بعمل الجروس كيرفز. واضح الديفينيشن امتى اقول على البيبي سمول وامتى اقول عليه لارج؟ طب السمول فور gestational age يعني البيبي ده طلع سمول، يعني انت عملت الميجرمنتس وطلع ان البيبي ده سمول فور gestational age، يعني طلع الكيرف بتاعه اقل من ال 10 percentile، اقل من 10 percentile. تفتكر ايه السبب اللي يخلي البيبي ده سمول فور جيستيشنال ايج؟ بلاسنتا بيفيوجن وحشه، يعني البيبي ده مش واخد غذاء كويس. ده ماتيرنال كوز ولا فيتال كوز؟ ماتيرنال. ايه كمان في اسباب ثانيه؟ فيتال كوز زي ايه؟ كروموزومال او كونجنتال انوميلي في البيبي، فالكروس بتاعه هو افكتد او حصل له سيفير انفكشن، فبالتالي اثر على الجروث بتاعه والميتابوليزم بتاعه فاثر على البيبي. دول كلهم فيتال كوزز. ايه كمان؟ لو الام عندها اكاشيكسيا او انيميا او كده. طب افرض الام هي اساسا في بدايه الحمل بتاعها هي 45 كيلو، هي حجمها 45 كيلو اكيد بالظبط كده، يبقى منطقي البيبي بتاعها برده هيبقى صغير. فبالتالي السمول فور جيستيشنال ايج ده يا دكاتره، السمول فور جيستيشنال ايج ممكن يبقى كونستيتيوشنال خلقتها كده. ازاي البيبي بتاعي صغير؟ حضرتك ما انت نفسك صغيره، ما هو مش ممكن يبقى البيبي بتاعك، ما هو مش هيعدي ده حتى من رحمه ربنا ان هو البيبي بيبقى يعني في ديسكريبنسي ما بين حجم البيبي وما بين حجم الام. لو الام كبيره هتجيب بيبي كبير، لو الام صغيره هتجيب بيبي صغير، ده طبيعي، ده كونستيتيوشنال. ده في باثولوجيكال بروبلم؟ لا ما فيهوش باثولوجيكال، عادي. يعني ايه؟ يعني عادي لو عملت الاسسمنت اوف فيتال واي بينج هلاقيه ايه؟ هلاقيه نورمال زي الفل. اعمل معاها ايه؟ امانج ازاي الام دي؟ ولا حاجه، ده اقل من 10 بيرسنتايل. ايوه بس كونستيتيوشنال، اقل من 10 بيرسنتايل بس كونستيتيوشنال. فبمعنى اخر ان السمول فور جيستيشنال ايج ما اقدرش ان انا اترجمه على طول باي جي ار او انترا يوتراين جراس ريستريكشن. لا، هو السمول فور جيستيشنال ايج ده ممكن يبقى كونستيتيوشنال سمول، يعني هو ده خلقه ربنا لان هي صغيره فهو العيل بتاعها صغير. لو عملت الاسسمنت اوف فيتال واي بينج هنا هتلاقيهم كويس. او يبقى اي جي ار فعلا ان هو يبقى فيه انترا تراين ريستريكشن اوف ذا جروث هنا، whether it is due to fetal causes او maternal causes. فمهم جدا لما انا اعمل الميجرمنتس بتاعتي والاقي البيبي صغير ريلاتيفلي، اشوف هل هو ده سمول، بسميه سمول صغير، سمول فور جيستيشن، هل هو كونستيتيوشنلي سمول ولا هو باثولوجيكال يعني عنده اي جي ار. اوكي،
فعندنا السمول فور جيستيشنال ايج هي اللي بتنقسم لكونستيتيوشنال سمول او اي جي ار، مش العكس. يعني مش الاي جي ار تنقسم لسمول فور، لا هم سمول فور جيستيشنال ايج دول ممكن يبقوا كونستيتيوشنال يعني نورمال، دي خلقه ربنا الفيتال ويل بينج بتاعهم كويس ما فيهمش اي مشكله خالص، سيبهم في حالهم، او يبقوا اي جي ار. الاي جي ار بقى دول في تو كاتيجوريز فيهم كبار، ان هو ممكن تبقى فيتال كوزز او ماتيرنال كوزز. لو فيتال كوز يعني هو في كروموزومال انوماليز، في جيناتيك انوماليز او جيناتيك ديفكت، في سبسس في البيبي، تفتكر البيبي ده هيبقى اخباره ايه؟ يعني بمعنى اخر كله صغير. ليه؟ لانه في حاجه عندنا اسمها برين سبيرنج ايفكت، اهم حته فينا هو البرين. فمن رحمه ربنا حتى دايما بتلاقوا حتى في الشوك وكده اخر حاجه تبقى افكتد المنتل، الاول البالس مش عارف ايه والكيدنيز حتى اوليجوريا وكده اخر حاجه خالص المنتل كونفيوجن كده، لان دايما بيحصل ريديستريبيوشن اوف ذا بلاد، ان هو اخر حته ممكن تتاثر هذا البرين. فعشان كده في حاجه اسمها برين سبيرنج ميكانيزم، انه الدم اللي بيروح للبرين بيبقى سبير. فلو هو الام هي اللي عندها مشكله لكن البيبي زي الفل يقدر يعمل ريديستريبيوشن اوف البلاد بتاعه اللي جاي له، فهتلاقوا عنده في برين سبيرنج ايفكت ولا مش هيبقى في برين سبيرنج ايفكت لو البيبي هو اللي كويس لكن الام هي اللي فيها مشكله. يعني في ماتيرنال كوز اوف الاي جي ار ده، ايوه عنده برين سبيرنج ايفكت لان البيبي زي الفل، هو يقدر الدم القليل اللي امه بعته له ده بيعمل له ريديستريبيوشن ويودي للبرين بتاعه الاول، فيبقى عنده برين سبيرنج ايفكت، وبعدين بعد كده يبقى قليل بقى في بقيه الاماكن انكلودنج الكيدني، فيبقى فيه اوليجوهيدراتس. لكن لو هو البيبي هو الوحش، يعني امه بعتها له دم زي الفل، مفيش بلاسنتال برفيوجن وحش ابدا، بلاسنتال برفيوجن الدوبلر زي الفل، لكن هو البيبي عنده كروموزومال انوماليز مش عارف يعمل يعني بروبر ميتابوليزم بروبر ديستريبيوشن للبلاد ده، وان هو يستفيد من هذا البلاد، هيبقى عنده برين سبيرنج ايفكت؟ لا هيبقى كله صغير، هيبقى كله صغير على بعض. يعني انهي اوحش؟ الاسيمتريكال براث ريتارديشن او اسيمتريكال يعني انه يبقى راسه كبيره وجسمه صغير، سيمتريكال يعني كله صغير على بعضه. انهي اوحش؟ الاسيمتريكال ولا السيمتريكال؟ السيمتريكال. السيمتريكال لان ده ما عندوش برين سبيرنج ايفكت، كله صغير يعني البرين كمان وحش، البرين بتاعه كمان وحش، لكن على الاقل في الاسيمتريكال ده البرين كان سبير، فبالتالي ده وانس ان كان ان هو اتولد واخد غذاء كويس هيكاتش اب لانه جسمه هيكبر فخلاص مش هيبقى عنده مشكله. لكن التاني ده حتى بعد ما يتولد ما هو عنده مشكله في البرين ديفلوبمنت فده هيبقى وحش. فانت عندك تو كاتيجوريز للاي جي ار، في عندنا فيتال كوزس يعني حاجه ديو تو فيتال كوزس وده انترنسك للبيبي، ده نتيجه لفيتال كوزس زي كروموزومال اناماليز زي جيناتيك اناماليز زي سبسس حصلت في البيبي، او ماتيرنال كوزس. ماتيرنال كوزس اللي هم الاسيمتريكال ماتيرنال كوزس دي نتيجه لميديكال ديز اوردر ديورينج بريجننسي ادت الى الافكشن اوف البلاسنتال برفيوجن. السيمتريكال هو طبعا بتاع البيبي اللي هو ديوتو فيتال كوزس، والاسيمتريكال هو دول اللي هو ديوتو ماتيرنال كوزس لان اكسترنسيك كوزس عن البيبي. تفتكروا مين اللي مور كامن؟ ده ربنا هو اللي عامل. يبقى مين اللي هيبقى مور كامن؟ هو مين الاحسن؟ الاسيمتريك، يبقى اكيد الاحسن هو اللي مور كامن. خلاص فالاحسن هو ده اللي مور كامن. وفعلا في الاسيمتريكال ده 80% من حالات الاي جي ار بنلاقيها اسيمتريكال جراس ريتارديشن، لكن السيمتريكال دول بيبقوا 20% من الحالات اللي هم ريليتد للكروموزوم الاناماليز والحاجات دول اللي هم المفروض ان هو لو كان بيفور بايبيلتي كان يحصل له ايه؟ ابورشن. بالظبط كده، دول اللي هو عشان كده قليل برضو الانسنس لان معظمهم حصل لهم ابورشن بدري بيفور فايابيلتي عشان هم عندهم كروموزوم الاناماليز. اللي استمر منهم لافتر فايابيلتي هيجي له سيمتريكال براث ريتارديشن. واضح؟ الابس قصه على فكره، الابس قصه وفيري لوجيك، يعني ان هو يعني طالما عرفنا ده بيبي بياخد من الام والام كويسه البيبي كويس الام وحشه البيبي ممكن يبقى كويس ولا على حسب هو ايه يعني سهله. وبعدين بس لو تقسم بيفور فايبيلتي وافتر فايبيلتي، يعني هو ده اهم حاجه انك تعرفها دي بيفور ولا افتر فايبيلتي. يبقى اهم حاجه نعرفها في السمول فور جيستيشنال ايج ده باي ديفينيشن يعني البيبي ده الويت بتاعه او الجراس كيرفز لايز ليس ذان ذا 10th percentile فور ذا سسبكتد او فور ذا سيم جيستيشنال ايج. طيب ايه الكوزس؟ ممكن تبقى كونستيتيوشنال سمول عشان الام هي اللي سمول وده نورمال، ده مالناش دعوه بيه، ده كويس، ده فيتال ويل بينج بتاعه كويس، او يبقى اي جي ار. اي جي ار يعني انترايترين جراس ريستريكشن، ده نتيجه لسببين، يا اما يبقى فيتال كوزس هو البيبي اللي وحش، يا اما كروموزومال اناماليز او كده ده 20% انترنسك فاكتورز وبيبقى عندهم سيمتريكال جراس ريتارديشن، او يبقى لا هو البيبي كويس بس الام هي اللي عندها ميديكال ترابل او ميديكال ديز اوردر خلت ان البلاسنتا البرفيوجن بتاعها ما يبقاش حلو زي مثلا في البري اكلامسيا، اشهر سبب بري اكلامسيا، فبالتالي البيبي رايح له غذاء كويس البيبي رايح له غذاء قليل فهو عمل ريديستريبيوشن وعمل برين سبيرنج ايفكت وبقى عنده اسيمتريكال جراس ريتارديشن وده بيبقى في 80% من الحالات.
هتيجي الست تشتكي من ايه؟ كلينيكال بيكتشر سيمتومز. ممكن يبقى عندها ديكريس فيتال موفمنت، ده لو هي ايه في الاي جي ار، لكن هو لو احنا بنتكلم على سمول فور جيستيشنال ايج ان جنرال بطنها صغير حتى تخش في الديفرنشال دايجنوز اوف سمول سايز ابدومن لاز ذان ذا بيريد اوف ذا امينوريا. فمن اول ديفرنشال دايجنوز ليها ميس كالكوليشن تبقى حاسبه غلط، بعد كده بقى تبتدي تشوف ليه البيبي صغير، ليه هو سمول فور جيستيشنال ايج، ايوه سمول فور جيستيشنال ايج وهي الام نفسها صغيره، ولا ايه الوضع بتاعنا، ولا هو في عندنا مشكله اساسا في الام، لو هي اساسا عندها هيستوري اوف بري كلامس. اوكي، يعني انت بتشوف سيمتومز هتيجي تقول لك انا بطني صغير، انا بطني صغير عندي ضغط، اه ده انا عندي ضغط باخده عليك، يبقى هيبقى عندها سيمتومز ديكريز او سمول سايز ابدومن بلس ممكن يبقى عندك هيستوري او سيمتوم اوف الكوز اساسا اللي هي عامله كده، او تقول لك مثلا ان هي رابتشر ميمبرنز، فطبيعي طالما ان هي بقت رابتشر ميمبرنز يبقى بقت فيعني بقت سمول سايز ابنو او لازن ذا بيريد اوف امينوريا، فالفاند ليفل بتاعها لازن اكسبكتد فور ذا بيريد اوف امينوريا بتاعك. فانت كلينيكال بيكتشر بتاعتك هيبقى سمول سايز ابدومن بالديفرنشال دايجنوستس بتاع سمول سايز ابدومن. طب ساينز انت تدور على ايه؟ هتعمل ايه؟ جنرال تشوف اذا كان هي فيها الكوز مثلا يقول لك كده، واشهرهم بتاع بريكلامسيا بلاد بريشر، وتشوف وبعد كده تروح انت عامل لها ابدومينال اكزامينشن. مهم هنا طبعا، مهم ولا مش مهم يا جماعه؟ ايوه طبعا مهم، بنشوف الفاندل ليفل وفي حاجه اسمها سيمفيزيو وفاندل هايت، ممكن نعمله كمان ده بالمتر بالمنظوره كده. يعني انتم ما عليكوش اكزامينشن، بس مثلا الماجستير عليهم اكزامينشن طبعا، فمن ضمن الحاجات اللي بيجيبها هو جاي زي مثلا لما تروح سنه سته ان شاء الله ربنا معاكم، ويبقى معاكم مش عارف البتاعة دي بتاعت الهامر ومعرفش والسماعة والحاجات الاشياءات بتاعتكم، لما تقولنا احنا وانتوا طلبة احباب الله خالص ما بنطلبش منكم اكزامينيشن، انتوا اخركم هيستوري معانا ما بنعملوش اكزامينيشن. في الاطفال بتعملوا اكزامينيشن على فكرة، احنا عندنا في الناس اللي مدلعينكم يعني ما بتعملوش اكزامينيشن، بتعملوا هيستوري بس، لان الهيستوري بتاعتنا كافية هتوصلك لديفرنشال دياجنوز وبروفيشنال دياجنوز كمان من غير ما تعمل اكزامينيشن. المهم يعني، لكن في الماجستير بقى بتعمل اكزامينيشن. فمن ضمن الاشياء اللي انت بتجيبها كويس انك انت تجيب المزوره دي عشان الست الابساتريكس تروح عامل لها سيمفيزيو فاندل هايت اللي هو من السيمفيزيس بيوبس للاند اوف ذا فاندس، تشوف باي سنتيمترز قد ايه. نورمالي من اول الفايبلتي من اول 24 اسبوع لحد 34 اسبوع تقريبا بتبقى قد بعض، يعني هتلاقي مثلا ايه 28 سنتي يعني هي 28 اسبوع، 26 سنتي يعني هي 26 اسبوع، 32 سنتي يعني هي 32 اسبوع، بيبقوا ماشيين مع بعض. لو لقيت في ديسكريبنسي اكتر من 2 ويكس ده معناها انه لا يعني في حاجه غلط، لان يعني المفروض ان هو بلس اور ماينس 2 ويكس، يعني هي انت باي ديتس وباي كده هي طلعت 30 اسبوع بالبتاع ده، انت قسته لقيت 31 سنتي، نورمال ولا مش نورمال؟ نورمال اكسبتبل لحد بلس اور ماينس 2 ويكس عادي، لكن لو اكتر من كده ديسكريبنسي بلس اور ماينس مور ذان 2 ويكس هو اللي ساعتها يبقى ابنور. يبقى انت الساينز بتاعتك انك انت بتعمل جنرال اكزامينشن ابدومينال اكزامينشن فاندل ليفل اند فيزيو فاندل هايت بتشوفها كويس، بعدين نعمل PV examination. محتاج تعمل PV examination؟ يعني لو انت شاكك في rupture of membranes يعني، بس انت كده كده بتعملها ultrasound وتشوف الجراس بتاعها وتشوف الجراس كيرفز بتاعتها، لقيت ان هي less than 10th percentile على طول هتروح عامل ايه؟ assessment of fetal well-being عشان نعرف اذا كان less than 10th percentile بس ده normal ده small ده constitution small ولا لا ده في affection of fetal well-being اللي هو in the form of نعملها تراما بقى انا بالسوناري بقى هعمل ايه؟ by physical profile and doppler. الاول by physical profile ده الستبس بتاعتنا by physical profile and doppler. فلو لقيت by physical profile بتاعنا كويس خلاص، لو لقيت ان هو لا في مشكله يبقى ساعتها اجو فور الدوبلر ستادي. اوكي؟ فده اللي احنا بنعمله عشان نعرف الاسسمنت اوف fetal well-being لو لقيت ان هو البيبي ده اي جي ار. طب وبعدين اعمل ايه؟ يعني خلاص انا اي كونفيرمد ان انا بتعامل مع مش سمول فور جيستيشن ايز، لان سمول ده بسيبه مش كونستيتيوشن سمول يعني لان ده بسيبه في حاجه. لا طلع فعلا اي جي ار، هتعمل له ايه الاي جي ار ده؟ لو في عندك ماتيرنال كوز يعني هي مثلا بري كلامتك او كده بتحاول انك انت تظبط، طلع اولجا هيدرامس هتفتح في الشابتر بتاع الاولجا رابتشر اوف ممبرنز وتكمل في سكته. ممكن يبقى دايباتك؟ لا دايباتك ده هنتكلم عليه في اللارج لكن عمره ما هيبقى في السمول. طيب يعني همانج ازاي الاي جي ار يا دكاتره؟ افرض انك انت ما لقيتش كوز، ما توصلتش لكوز يعني ما عرفتش ايه الكوز بتاع الاي جي ار، هو ممكن قوي يبقى يعني ممكن ان هو يبقى ايديوباثيك ماشي، اللارج فور جيستيشن ايش على فكره اكتر من 50% برضه ممكن يبقوا ايديوباثيك. ايه يعني هتعمل ايه؟ انت مش عارف بس هو اي جي ار. بالظبط كده خلاص انا مش عارف السبب ماشي بس هو اي جي ار، لو طلع تيرم اي جي ار اند تيرم. طب
ترمينيت اكوردنجلي بقى وذر سيزارين سكشن اوف فاجينال ديليفري زي على حسب على حسب. وعلى فكره الكونتينوس انترا بارتم اللي هو السي تي جي ده بيتعمل لكل الستات اللي بيولدوا بالهاي ريسك، يعني دي هعمل لها كونتينوس. لكن لو واحده مش هاي ريسك لما تعملهاش كونتينوس، انت انترميتنت زي ما قلنا كل ساعه او كل نص ساعه على حسب هي رابتشر ميمبرز او مش رابتشر ميمبرز تسمع البيبي بس. لكن الكونتينوس ده بيزود الريسك اوف سيزارين سكشن. فاحنا بنعمل بس الكونتينوس ده لو احنا عندنا احنا بنعمل كونتينوس اسسمنت اوف فيتال ويل بينج بس لو عندنا الساعة 9:30 كله اللي مش هيحضر يبقى ما فيهوش ما لوش اندر للبرزنتيشن. اصل كلكم يا نايت يا مورنينج يا ديوتي يا ده طبيعي خلاص. بس هو البرزنتيشن وانس خلال الشهرين ودي اجباري وده اللي احنا قلناه في كل حته وعملتوا عليه اناونسمنت في كل حته. اوكي النبي لما تبقوا دكاتره امتيازه وحتى بقول قدامهم يا ريت تفضلوا زي ما انتوا طلبه، لان دول وهم طلبه كانوا مختلفين تماما. وانس ان هو بقيت امتياز ما تفهمش ايه التحول اللي بيحصل. فبليز لما تبقوا دكاتره امتياز لا تتحولوا، اللي هو يعني بنحاول نفرفص من اي حاجه. لكن انتوا تخيلوا جايين فولنتيرنج الساعه 7 الصبح، انا دول ممكن اقدر ذاكر لك الساعه 9:30 ومش عايزين يجي وهو اساسا ليهم طيب بالنسبه يا دكاتره للمانجمنت خلاص، انا ما عرفتش الكورس، انا ما عرفتش الكورس بتاعها، لكن هي اي جي ار. لو هي ترم يبقى بعمل ايه؟ ترمينيشن اكوردنجلي. فلو هو يا اما سيزارين سكشن لو كانت هي في انديكيشن فور سيزارين سكشن، لو ما فيش انديكيشن فور سيزارين سكشن اولدها طبيعي في بوسيبيليتي الواحده اي جي ار اولدها فاجينال. ايوه طبعا ما انا عندي كونتينيوس، يبقى فاجينال معاها كونتينيوس اسسمنت كونتينيوس سي تي جي كونتينيوس انترا بارتم فيتال اسسمنت بس بس. لكن فاجينال طبعا، فاجينال طبعا. يعني لو هي كانت ترم يبقى هعمل لها ترمينيشن، ترمينيشن فاجينال او سيزارين اكوردنج تو اف ذير از اني انديكيشن فور سيزارين سكشن. لو ما فيش انديكيشن فور سيزارين سكشن يبقى فاجينال ويز كونتينيوس فيتال مونيتور. طب لو كانت هي بيفور ترم، بيفور ترم اعمل ايه؟ يعني كان البيبي ده لسه بري ترم وهو اي جي ار، اديها ستيرويد وها لو مستنى واستنى اعمل لها بقى اللي هو الاسسمنت ده الانتي بارتم، لان هي هاي ريسك. ما هي هاي ريسك اهي، طالما هي اي جي ار يبقى هاي ريسك. يبقى الانتي بارتم اللي هو ايه؟ كل يوم هتعد حركه البيبي مرتين في الاسبوع، اعمل لها يا اما بايفيزيك بروفايل يا اما النان ستريس تيست، اعمل لها دوبلر كل اسبوع. لو لقيت ان هو في اي امني ساين بي الحاجات دي بالذات الدوبلر، لو لقيت ريفيرس فلو اللي ساعتها اعمل لها ترمينيشن. برده ترمينيشن ازاي؟ اكوردنجلي، يا اما يبقى فاجينال ديليفري مع كونتينوس انترا بارتم اسسمنت، يا اما سيزارين سكشن لو كان في انديكيشن فور سيزارين سكشن. واضح؟ في سؤال في الاي جي ار؟ كله كده اللي هو لو هي بعد الترم خلاص هي ريحتني، يبقى هي وابنها ماشيين في نفس سكه الاستفاده، يبقى هعمل ترمينيشن. لو هما كان البنفيت بتاعهم عكس بعض اللي ساعتها بعمل كونتينوس اسسمنت اوف فيتال ويل بينج لحد ما الاقي لا البيبي هيبقى تعبان، يبقى ساعتها لازم ان انا اعمل ترمينيشن. ممكن طبعا الاي جي ار ده ينتهي بانترا يوتراين فيتال داس، او تجي لك واحده اساسا هي انترا يوتراين فيتال داس جايه بانترا يوتراين فيتال داس. يعني ايه انترا يوتراين فيتال داس؟ بعد الفايبلتي افتر فايبلتي بالظبط كده. لان هي لو جايه البيبي ده ميت عند 20 اسبوع ده اسمه مستقبوش. لو هي جايه البيبي ده ميت بعد 24 اسبوع هو ده اللي اسمه انترا يوتراين فيتال داث. مهم جدا الترمينولوجي. فانترا يوتراين فيتال داث يعني داث افتر فايبلتي، افتر فايبلتي يعني بعد الايدج اوف فايبلتي البيبي ده مات. لان ده لو لما يتولد ده ليه كل حقوق ان هو لازم يدفن والميراث والمش عارف ايه. فيعني الليجل ليجل از اكستريملي امبورتنت ميديكال ليجل. فلو هو ابورشن ده ابورشن ملوش حقوق الانسان يعني، لكن افتر فايبيليتي ده ليه كل حقوق الانسان. فهو ده الداث افتر فايبيليتي. الايتيولوجي كل اسباب طبعا بتاعت الاي جي ار، يعني مش السمور فور جيستيشن ايج، مش هقول هي امه ميته فهو مات يعني، فمش كده ولا ايه؟ يعني هو اكيد كل اسباب الباثولوجيكال سمول فور جيستيشن ايج او الباثولوجيكال اي جي ار سواء كانت سيمتريكال او اي سيمتريكال عشان البرفيوجن او كده، فكل الاسباب. بس كتير ممكن يبقى اوديباتيك، ممكن يخش معاك هنا طبعا اكيد الدايابيتس انكنترول دايابيتس ممكن يجي لهم سادن انترا ترايم فيتال داث. فدي بالنسبه للاسباب بتاعت الانترا ترايم فيتال داث. ايه مشكلة الانترا يوتراين فيتال داث؟ انفكشن لو رابتشر ميمبرز، لو رابتشر ميمبرز والكوريا ناس ما تجيش غير مع رابتشر ميمبرز برضه.
خلي بالك الدنيا سيل هيجي لها انفكشن منين؟ اصل انتوا بيقولوا لا انا البيبي ميت في بطني لحسن لحسن يحصل لي التهابات، احسن يحصل لي تسمم. تسمم من ايه يا مدام؟ ما يحصلكيش تسمم، يحصل لك دي اي سي ماشي، لكن تسمم منين؟ وتسمم مش تسمم حمل برضو، ما هما بيقولوا على التسمم الحمل ده اسمه تسمم، لا سبسس. سبسس يعني انفكشن بكتيريا، بولي مايكروبيال بكتيريا، مش هتيجي غير لو على الفاجينا. لا هو سيلد برضو لسه بالامنياتك ساك خلاص، يعني ما هدهاش رابتشر اوف ميمبرنز. فانت تخاف من دي اي سي مش من انفكشن، تخاف من دي اي سي، من الثرومبوبلاستيك ماتيريال دي ان هي تبقى ريليز وتعمل لنا دي اي سي. عشان كده ان احنا بنويت فور سبونتينيوس، معظمهم الانتراترانفيتال ده بتلاقي ان هو بيجي لهم سبونتينيوس ليبر بينز. لو ما جالهمش spontaneous labor pains او كانت الست anxious او كده، اللي ساعتها تعملها induction بالظبط كده. induction of اسمها induction of ايه هنا؟ labor، لان it is a labor it's not an abortion. مش induction of العيل ميت يبقى induction of abortion، لا خلاص. abortion ده يعني before viability وال after viability، هو ده اللي اسمها labor. labor وذا كان البيبي ميت او عايش اسمها labor، ما اسمهاش abortion عشان البيبي ميت يبقى اسمه abortion. طالما البيبي بعد viability يبقى اسمها labor، before viability يبقى هي اللي اسمها abortion. يعني induction of abortion or before viability، induction of labor after viability even if the baby is dead. في سؤال في ال IFT، ايه بقى large for gestational age definition؟ بالظبط كده. البيبي الكروس بتاع الفيتس ده more than the 90th percentile for the gestational age بتاعه، فده هو ده large for gestational age. وهي اسباب اللارج فور جستيشنال ايج برضو كونستيتيوشنال، الست هي كبيره فاكيد العيل بتاعها هيبقى كبير، وبالذات في المالتي بارا بيجيبوا اطفال كبار. لو هي يعني طبعا باس ده سبب، بس يعني هنا الكونستيتيوشنال بتاعه اللي هي لو هي مالتي بارا او لو الست نفسها كبيره. لو هي طبعا كبيره او اوبيز او وات ايفر، يعني برضو الميل فيتسس بيبقوا اكبر من الفيميل فيتسس. يعني لو انه هو الميل فيتس بيبقى شويه بيبقى لارجر عن الفيميل فيتس، يعني ده بالنسبه للكونستيتيوشن. فكونستيتيوشن اللي هو يعني انت مش محتاج تعمل حاجه لان هي مالتي بارا، طالما ان هي مالتي بارا والبلفس بتاعها واسع والباسجز واسعه يبقى بالتالي البيبي ده هيعدي. لو هي كبيره برده غالبا البيبي برده ده هيعدي، يعني دي اللي هي مش هتفرق لان هو البلفس بتاعها كبير. انت بتقلق ان هي يبقى باثولوجيكال لارج فور جستيشن ايج اللي هو البيبي ده ماكروسومك كبير لكن هي الباسج بتاعتها مش كبيره، يعني هي الست افريج لكن البيبي ده كبير. بيجي اكتر حاجه في الدايابيتكس بالذات لو ان كنترول دايابيتس، ان كنترول دايابيتس هم اللي بيبقوا كده، لكن الكنترول دايابيتس مش هيبقى ماكروسومي. فالان كنترول دايابيتس هم اللي بيبقوا كده او الباس ديت خلاص. ممكن الباس ديت، الباس ديت دول ممكن يجوا لك على فكره ب بلارج فور جستيشنال ايج او ممكن يجوا صغيرين. امتى يجوا كده وامتى على حسب البلاسنتا؟ لو حصل ايجنج للبلاسنتا سيفير ايجنج بحس ان هو او كالسيفيكيشن بحس ان البرفيوجن قل فممكن البيبي ده يبقى صغير، لكن لو هو البرفيوجن عادي والبلاسنتا بتدي دم عادي وكده فهو البيبي هو اللي بيكونتينيو كده. فانت هتعرف منين ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هتيجي تشتكي من ايه وانت هتعرف ازاي سسبكت ازاي انه لارج؟ بالظبط كده. اوفر سايزد ابدومن ان هو يبقى انت الفاندال ليفل مور ذان اكسبكتد فور ذا بيريد اوف امينوريا. ديفرنشال دايجنوز بتاعه ايه؟ فايبرويد، ميس كالكوليشن، توينز، بولي هيدرامنيوس. بالظبط كده. الديفرنشال دايجنوز بتاع اوفر سايزد ابدومن سواء كان ماكروسوميك مالتي فيتر جستيشن ميس كالكوليشن بولي هيدرامنيوس، يعني كل فايبرويد او ماس في اليوترس، كل دي اسباب او ديفرنشال دايجنوزز بتاع اوفر سايزد ابدومن. ايه الانفستيجيشن اللي بتحب تعملها؟ التراساوند عشان نشوف فعلا هو اتلايز يعني افتر الكيرف بتاعه اللي هو فعلا بيكونفيرم ان هو لارج فور جستيشنال ايج. تشوف اذا كان في اي كوز تعمل لها هي انفستيجيشن تشوف هي دعواتك فعلا ولا لا. طب المانجمنت بتاع لارج فور جستيشنال ايج ايه يا دكاتره؟ ترمينيشن يعني هتعملها ترمينيشن. الست دي هتعملها ايه اللي هي جايه لك لارج فور جستيشنال ايج؟ بالظبط. اول سؤال لازم بنساله يا جماعه، اول سؤال تسالوه في حياتكم في اي ابس الجستيشنال ايج، لان هيكاتيجورايز ده ابورشن ده بيفور فايبيليتي ولا افتر فايبيليتي، والافتر فايبيليتي ده كاتيجورايز بري تيرم ولا فول تيرم. هي دي اول كاتيجورايزيشن انت محتاج تعملها في حياتك في الابس، اي حاله ابس الجستيشنال ايج، لان ده هيحدد لي بيفور فايبيليتي ولا افتر. بيفور فايبيليتي عندي ام بس، افتر فايبيليتي عندي ام وبيبي. افتر فايبيليتي وفول تيرم كمان خلاص ما عنديش اي مشكله خالص، لكن افتر فايبيليتي وبري تيرم هو دي المشكله، هو ده الحته اللي انا ببقى فيها متكتف مش عارف اتحرك ازاي. فتشوف لو هي لارج فور جستيشنال ايج وافتر فايبيليتي وافتر ماتوريتي، يعني خلاص بستنى يا اما يجي له ليبر بينز، يا اما ان انا لما يجي له ليبر بينز او اعمل له سيزاريا سكشن، يعني على حسب. لكن بالنسبه للي هو لو كان بري تيرم انت هتشوف لو في كوز زي ده بتشوف كده كنترول، لو ما فيش كوز اترمينيت. على حسب
يعني هي دلوقتي ما فيش كوز والبيبي كبير حجمه كبير مور ذان 90% فور جيستيشنال ايج لكن هو بري تيرم هتعملوا ترمينيشن؟ لا مش هعملوا ترمينيشن هو كده كده كبير خلاص انا هعمل ايه انا بعمل اسسمنت اوف فيتال ويل بينج اللي هو يبقى يوتيلي كده لانه بالنسبه لي ستيل هاي ريسك انا مش عارفه ايه السبب ولما يجي لها بقى ليبر بينز اشوف هو لا ممكن تولد فاجينال بالظبط كده ولا لا لازم اولدها سيزاريان بس خلي بالك يا don't go for instrumental delivery لأن هو أساسا يعني من رحمة ربنا لو هو منزلش الحوض أو يعني بقى engaged بس أخذ وقت كتير prolonged delivery لحد ما يبقى engaged وكده فما don't go بقى for إن أنا أعمل forceps ولا ventus ولا كده لأنه ممكن قوي إن هو يجيله يبقى عندها contracted outlet وما ينزلش منها البيبي ده ففكر قوي قبل ما تبتدي تستخدم instrumental delivery في واحدة أساسا البيبي بتاعها large for gestational age. في سؤال يا دكاترة؟ هنحل دلوقتي الامتحانات لانها قدامنا نص ساعه فكده ممكن نحل مع بعض.